الو، انا ليلى عز الدين، عايزه ابلغ عن جريمه قتل. 8 شارع عمان، التجمع الخامس. لازم اعمله من زمان. كفايه غلط في حق نفسي. مش كفايه اتجوزت واحد زيك وكمان عايز تموت لي ابني؟ انا هوريك يا يوسف. هو انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي؟ سبتين داهيه الهدوم يا يوسف. ليلى، 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 انت لازم تفهمي وتقدري الموقف اللي انا فيه. اقدر ايه؟ انت واضح ان انت ما بتشوفش انت بتقول ايه. انت عايزني اموت ابني؟ بدل ما تبقى عايز هو يتولد ويتربى وسطينا تقول لي اقتليه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان فيلا وعربيه وشويه فلوس؟ حرام عليك يا اخي. مش هتخرجي يا ليلى. لا خارجه يا يوسف. ومش بس كده، انا هقول لكل الناس ان انت جوزي واللي في بطني ده ابنك. انا استحملت كتير وما عنديش استعداد ان انا استحمل اكتر من كده. انا استحملت نظرات الناس ليا وانا داخله وخارجه وهما بيتعاملوا معايا ان انا مرافقاك. وامي بقى وطقطمها. والله معلش يا ماما، بكره هيتغير. بكره يلاقي لنا حل. ده طيب ابن حلال في الاخر تقول لي اقتل ابني؟ ليلى، انا عمري فكرت اني ازعلك. انا بحاول ابسطك في اي لحظه انا فيها معاكي. صدقيني انا هعوضك عن كل ده. تعوضني عن ايه؟ هو انت فاكر نفسك لما بتيجي تقعد معايا هنا شويه يبقى كده خلاص انت عملت اللي عليك؟ اسمع بقى يا يوسف، انا ابني ده عندي بالدنيا وهولده وهيعيش، ومحدش في الدنيا هيقدر يمنعه ان هو يعيش حياته. مش هيحصل. اوعي تفتكر ان الكلمتين دول ممكن يخشوا عليا. انا فاهمك كويس. انت عمرك ما هتاخدي مني الا اللي انا عايز اديهولك وبس. اوعي تفتكر ان العيل في بطنك ده ممكن يخليكي تورثي مني مليم واحد. انت نزوه. عارفه يعني ايه نزوه؟ وخلصت كمان. مش غريبه عليك. اللي عنده استعداد يضحي بابنه يعمل كل اللي انت بتعمله دلوقتي ده. انت رايحه فين؟ اوعي انت اتجننتي ولا ايه؟ مش عارفه انت متجوزه مين. اوعى كده. فاكره نفسك ممكن تخرجي سهل كده؟ نسيتي نفسك جرح امك ولا ايه؟ نسيتي نفسك؟ ها؟ مش عارفه انت ايه ولا ايه؟ انت ولا حاجه. تعال خدوها. ممكن اكلم اهلي؟ اتفضلي يا فندم. الو. ايوه ماما، انا قتلت يوسف. أعتقد إن حالتها بكرة الصبح هتكون كويسة وتسمح باستجوابها. مفهوم؟ حضرتك عرفت إن هي حامل في الشهر الثالث؟ هنشوف. اللي مستغرب له حقيقي بقى ليه واحد زي يوسف المعداوي ده يعمل كده؟ واحد ربنا مديله كل حاجة، كان عايز إيه تاني ده؟ ما هو اللي زي دول يا فندم بيتهيألهم إن هم ملكوا الدنيا وما فيها. طب ليه ما تقولش ان البت دي هي اللي ضحكت عليه؟ على كل حال احنا لسه ما نعرفش. التحقيق هيبين كل حاجه يا فندم. والتحريات يا نادر بيه، اوعى تنسى التحريات ولا ايه؟ بالظبط يا فندم. انا بالفعل كونت فريق للبحث والتحريات هتكون قدام سعادتك خلال يومين.
خالد أبوك هيموت أعمل حاجة. اطلع يا عمي عشان تستريح. يلا بابا اطلع رايح. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. كنت متأكدة إن هي دي هتبقى نهايته. أنت بتقولي إيه بس يا رويا؟ ما هو اللي زي أخوك ده ملوش غير نهاية من اتنين، يا إما مسجون يا إما مقتول. هو كان عاتق حد. افتكر اللي عمله فينا. خلي بالك أنت بتتكلمي على أخويا الله يرحمه. يرحمه؟ ليه؟ هو كان رحمنا وإحنا عايشين عشان نطلب له الرحمة وهو ميت. هو في إيه؟ وانت قلبك بقى اسود كده ليه؟ وبعدين انا ابويا لو سمعك هيموتك. موت مين؟ انت غلبان قوي. اسمع اللي هقولك عليه وخليه حلقه في ودنك. اخوك وهو عايش كان مخلينا خدامين عنده، كانت كل حاجه ليه. دلوقتي ما عادش غيرك وما عادش ليك حاجه. طب بذمتك، بذمتك ده وقته؟ وقته ونص. وانت زعلان عليه قوي كده ليه؟ مش هو ده اللي كان مخليك زي كرة الشراب في رجليه شوطك وقت ما يحب؟ مش هو ده اللي كان مكره أبوك فيك وكان متكوش على كل حاجة في كرشه بحجة إن هو كبير العيلة واللي فاهم كل حاجة؟ وهو كان صايع وضايع. راسي! من إمتى يا خلود؟ من إمتى يبطى؟ وكل ده عشان إيه؟ عشان أخوك اللي بهدلني وبهدلك؟ لعلمك بقى كل يوم كنت بتمنى انه يغور ويروح في 60 داهية. طب اخرسي بقى، اخرسي بدل ما موتك انا. اخوك طلب من ابوك انه يعمله توكيل عام بإدارة كل املاكه، تعرف دي ولا ما تعرفهاش؟ انت كدابة. انا كدابة. روح اسأل كمال مدير حسابات الشركة وهو يقولك. وكمان طلب ان المصنع يكتب له بيع وشراء. عارف ليه؟ عشان انتي من وجهة نظره هبلة وعبيطة وبريالة، ولو مسكت أي حاجة من أملاك أبوك هتبددها. عرفت ليه بقى أنا مش زعلان عليه؟ وعرفت هو كان ناويلك على إيه؟ لسه ما جاتش؟ لا خلاص خلاص، هي على وصول ان شاء الله. معلش معلش. تعالي تعالي بسرعه، اتاخرتي كده ليه؟ هعمل ايه؟ الدنيا زحمه قوي. كل يوم الدنيا زحمه. سالم شايط. شايط ولا ما يشيطش؟ قولي له جيب عربيه تودينا وتجيبنا بدل المرمطه دي. لما انت فتكه قوي كده خشي قولي له. لا مش الساعه كام؟ ساعتها الا ربع. 9:30. ايه ده والله؟ هم غيروا الساعه، ما اعرفش والله انهم قدموها. جبت الملف؟ ايوه جبته والله العظيم، طول الليل شغاله فيه. ماشي. وانت اتاخرت ليه؟ الدنيا زحمه جدا يا استاذ سالم. زحمه يعني وردتك مش تعبانه ولا حاجه؟ لا خلاص خلاص هنتفاهم بعدين، اتفضلوا. طب معلش في ورقه في المكتب هروح اجيبه. ممكن يا منيره؟ معلش بسرعه. دقيقه واحده، دقيقه بسرعه. حاضر. شكرا. مساء الخير.
الناس ليلى المسؤول الاعلامي للشركه، ان شاء الله هتشرح لكم الموضوع وهتقول لكم كل حاجه عن المشروع وتجاوب عن كل اسئلتكم. اتفضلي. انا سعد. اهم حاجه الشركه عملتها هو اسلوب الدعايه اللي تم، لان هو حقق نسبه كبيره من الغرض المرجو منه، وهو تعريف الجمهور على المشروع والفئه المستفيده منه، وكمان طريقه الاستفسار والاتصال، ودي مرحله مهمه جدا واعتقد ان هي من اهم المراحل في المشروع. زي ما احنا شايفين كده، المشروع عباره عن بناء وحدات سكنيه. النسبه الخضراء من المشروع حوالي 40%، وتم تحقيق اكبر قدر من الخدمات، وان شاء الله في خلال 20 يوم هيتم توصيل محطه المياه. ممكن اعرف اسلوب السداد وثمن الوحدات؟ مساحه الوحده حوالي 70 متر، سعرها كاش 120,000 جنيه، وفي حاله التقسيط هيتم من خلال البنوك اللي نتعاقد معاها بنظام التمويل العقاري. وايه المطلوب؟ التمويل يا فندم. المرحله الاولى من المشروع حققت نسبه الارباح كامله ويمكن زياده كمان، انما المرحله الثانيه هتكون مساحه الوحده تقريبا 85 متر، يعني سعر الوحده كامل 160,000 جنيه، ومن حق المشتري ان هو يبني دور واحد فوق كل وحده. في حاله التقسيط هتكون الوحده سعرها 250,000 جنيه، وطبعا هتكون بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك اللي برضه هنتعاقد معاها. انا موافق. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الثقه دي؟ طب والله يا ليلى، والله انت خساره في الشركه دي. بس يا بنت انت بتاعت كلام. طب انت عارفه الشركه دي لو فيها مدير عدل وبيفهم يدونا انا وانت وحدتين ببلاش. وحدتين ببلاش ايه؟ انت عايزه سالم يطب ساكت مننا؟ لا على فكره، انا متاكده ان صاحب الشركه مش هيقول لا، وان اللي خانق الدنيا على كل الموظفين الزفت اللي اسمه سالم ده. وانت مش خايفه لا اسمعك وانت بتقولي كده؟ لا 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 لا، انسي بقى خلاص، احنا بقينا فوق فوق قوي يا جميل. ادخل. انا ليلى. نعم. استاذ سالم عايز حضرتك. حاضر، روح انا جايه. تحت امرك. مين قدك يا عم؟ اقول لك ايه؟ لو قال لك على مكافاه ما تنسينيش معاك، انا برضو تعبت في الليله دي، ولو اداكي اي حاجه منها النهارده العشاء عليكي. حاضر يا اختي من غير ما تقولي. كده كده من غير مكافاه ولا يحزنون، العشاء عليا. وبعدين تعالي هنا، مين هنا اللي يطلب المكافاه للتاني، انا ولا انت؟ انت هنا مديره العلاقات العامه. لا 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 لا، سيبك بقى يا ليلى من الشكليات دي. وبعدين هما هنا كلهم بيعتبروكي انت المديره مش انا. والله يا منيره انا اسفه، انا الموضوع مش بتاعي. اسفه على ايه حبيبتي؟ انا مش بيهمني المناصب، انا كل اللي يهمني مرتبي اخر الشهر. مين بقى مدير مين غفير، الحاجات دي مش بتشغل بالي. يلا يلا روحي شوفي المكافاه وما تنسيش ليا وليكي. تحت امرك يا فندم. يوسف بيه شريك اساسي في المشروع، وان شاء الله هيكون من اكبر الممولين ليه، عايز يقعد معاكي ويستفسر عن بعض الامور. اكيد طبعا، تحت امره في اي وقت. الحقيقه انا في حاجه مهمه لفتت نظري. الملف اللي اتقدم لي على المشروع كان ضعيف جدا، لكن سالم بيه اصر ان انا اجي النهارده عشان قال لي ان المشروع ده مهم واني مش محتاج استعجل في قراراتي. لكن بعد اللي سمعته من انسه ليلى انا شايف ان الملف ملوش اي لازمه. هو الحقيقه اعداد الملف مش من تخصص القسم بتاعي، بس اعتقد ان هو وافي بشكل كامل. خلاص شوفي الاستاذ يوسف يحب يقعد معاك امتى، حددوا ميعاد تجاوب عن كل تساؤلاته. اكيد تحت امره في اي وقت. يرد دلوقتي. اوكي بس معلش، يعني ممكن يكون في المكتب عندي؟ اكيد. تمام اتفضل. اتفضل. اتفضل يا ستي. انا اسف. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اتفضلي يا بابا. ميرسي. شكرا. وانتي بتشتغلي في الشركه دي بقالك كتير؟ لا خالص، بقالي سنه تقريبا. واضح انك بتحبي شغلك. اكيد، انا ما اعرفش اشتغل حاجه مش بحبها. وانتي خريجه هندسه؟ لا انا في قسم العلاقات العامه مش في قسم الهندسه، ولا عشان هي شركه مقاولات. لا خالص، بس اللي اعرفه ان مديره العلاقات العامه اسمها منيره تقريبا. اه
هي منيرة على فكرة صاحبتي، بتشتغل هنا من قبلي. بس في الشغل بقى أنا عندي مفيش موظف ومدير، أهم حاجة مصلحة الشغل عندي وبس. برافو، واضح إنك ذكية أوي. لا خالص أنا بسيطة. وعلى فكرة أنا مش محتاجة مقدمات علشان يكون في حوار ما بيننا يا يوسف. اتفضل. اتفضل يوسف بيه. يوسف بيه، اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ المكتب نور. طب هي هتعدي ولا ايه؟ اه ايه، عن اذنكم. اتفضل. حازم يا ماما، في ايه؟ معلش. لذيذه قوي. ها قولي حضرتك تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. لا ما ينفعش، ده بروتوكول هنا عندي. انا لسه شارب قهوه دلوقتي. لا حضرتك بعد كده طالما انت ناوي تيجي تقعد معايا ونتكلم في شغل لازم تشرب عندي، ما ينفعش تشرب في اي مكتب تاني. ماشي اوكي، اشرب اي عصير. اوكي. ولا اقول لك، هو انتوا مش معاد البريك بتاعكم دلوقتي؟ اه بس هو طالما في شغل يبقى مش مهم البريك. لا لو سمحتي بقى، انا معاد البريك بالنسبه لي مقدس، انا بنزل من البيت وما بفطرش حاجه اصلا، يعني وقت الراحه ما فيهوش تهريج. طب حضرتك ايه، تحب تاجل معاد الشغل؟ لا وناجله ليه؟ احنا ممكن ننزل ناخد البريك في اي حته وبعدين نبقى نرجع نكمل. على كل حال انا ما ينفعش انزل اسيب الشركه ابدا. طب ولو قلت لك اني عازمك على الغدا؟ يوسف بي انا اسفه جدا. انا لا مفيش حاجه اسمها اسفه، لو ما قبلتيش دعوتي على الغدا اعتبريني منسحب من المشروع ده كله. نعم. ما انت هتقبلي يعني هتقبلي. اوكي موافقه. وانا مش اخرك. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل. يا بنت الايه، لا والله بس برافو عليكي. مش انا كل مره اطلع حافيه. شاطرة يا ليلى. هي تعرفها قبل كده؟ هي مين؟ اها هتستعبطي ولا ايه؟ اه ليلى؟ ايوه. ده هم اصلا طلعوا قرايب يا شيخه. فعلا انا هقول لحضرتك، اصل هي ليلى اصلا من عيله كبيره قوي، بس هي من الفرع التعبان بتاع ليلى، فلما قابلت بقى يوسف بيه واتكلموا سوا اتضح ان هم قرايب. التعبان؟ اه. استعبطي استعبطي استعبطي. لا والله ابدا، ده هي دي الحقيقه. عن اذنك. قرايب؟ لا فعلا المكان ده اهدى بكتير من المكتب. أوه. يا رب بس ما كنتش تقلت عليك. لا خالص ما تقولش كده. على فكره بقى، وجودنا هنا مش معناه ان احنا بره الشركه خالص. انا موظفه علاقات عامه في الشركه، يعني ممكن تشوفني في اي مكان مع عميل، نشرب شاي، ممكن نتغدى سوا، ده اكيد علشان بنتفق على صفقه جديده. وانا بقى عندي قناعه كده ان اي صفقه بتفق عليها بره الشركه بتنجح عن بتفق عليها في الشركه. اعتبر ده تهديد يعني ولا ايه؟ مساء الخير. حضرتك تطلبوا حاجه؟ انا هاخد الوجبه بتاعتي. ماشي حاضر، من عينيا. وحضرتك؟ انا مش عارف هي هتاخد ايه بس هاخد زيها. من عينيا يا فندم. ميرسي. واضح انك بتيجي المكان ده كتير. ها؟ هو الحقيقه كل الشركه زباين هنا. انا عايز اقول لك حاجه، انا لو ما نجحتش في ان انا اقنعك انا مش هرجع الشركه دي تاني خالص. طيب يا ستي ماشي. شوفي بقى، الحقيقه انا طلبت مقابلتك عشان سببين. ايه هما؟ السبب الاولاني اني معجب بيكي، والسبب التاني بصراحه اني معجب جدا باسلوب شرحك للمشروع، وده خلاني وافقت عليه من غير ما اعرف اذا كان صح ولا غلط، وده خلاكي اغلى عندي اكتر. انت صريحه قوي. وده كويس. أكيد كويس طبعا. بصي بقى، البيزنس فيه شرطين مهمين جدا عشان تبقي أغنى من العادي، المبادرة والهجوم. وعشان يحصل بيزنس بينا ونبقى ناجحين مع بعض لازم نبقى صراحة.
اتفضل يا فندم. ميرسي. شكرا. ميرسي يا نور. تؤمرين بأي خدمة تانية؟ شكرا. أحترم ده جدا. مستعد أعرف الشرط التاني للنجاح يعني. المصابرة. المصابرة وعدم اليأس. يعني تفضلي تحاولي ورا الحاجة مرة واتنين وألف لحد ما تجيبيها. كلامك مظبوط. طيب يا ستي قولي لي بقى ايه عيوب المشروع قبل ما نتكلم في المهم. هو في حاجة أهم من كده؟ انت هو انت متجوز؟ وعندي بنت ولدين بس هما مش عايشين هنا. تقدري تقولي ان علاقتي انا ومراتي مش كويسه. وطبعا هي اللي غلطانه. لا خالص. على فكره هي ست كويسه جدا. بس احنا ما اتفقناش مع بعض. ما اتفقتوش؟ بعد بنت وولدين ما اتفقتوش؟ لا احنا كنا عارفين كده من الاول. بس حاولنا نكمل مع بعض عشان الولاد. بس ما ينفعش. اسمها ليلى؟ هي مين دي؟ مراتك. لا ليلى دي بنتي. يا مساء الفل. لا 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 ده كده كتير قوي. انا مش كل يوم هموت من الجوع علشان خاطر سيادتك. انا المفروض باكل الساعه 7. انت كده مأخراني والاسلوب ده مش هينفعني ابدا. احنا ننفصل عن بعض في موضوع العشاء ده. لا 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 ننفصل ايه يا ست الكل؟ دي الاكله الوحيده بناكلها مع بعض. يا ماما تسيبيني اكلها لوحدي. يا حبيبتي انا بتغدى الساعه 1 وبتعشى الساعه 7 وبستناكي وبستناكي بالساعه والساعتين والثلاثه على ما تجيلي. انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان انا بفقد سعرات حراريه وان الرجيم اللي كاتبه لي الدكتور انا مش قادره امشي عليه مظبوط. وعارفه ده كله بسبب ايه؟ بسبب سيادتك. ينفع الكلام ده؟ لا يا ست شمس ما ينفعش ابدا والله. بس انا ممكن اخش اغسل ايديا واقلع دي واجي اكل معاكي؟ طب يا ريت بس بسرعه عشان بجد بقى انا مش هقدر استناكي اكتر من كده. يعني هتاكلي من غيري؟ طبعا مش هقدر اكل من غيري. وعليه العوض يا ستي في الرجيم. انت حبيبه قلبي من جوه. ادي اللي انا باخده مني. ودي قاعده. ايه ده بقى؟ ده بانه عميل متعب وهيتعبنا معاه. مش هنخلص منك بسهوله يا استاذ يوسف. هاي يا استاذ يوسف ازيك؟ ايه؟ روحتي؟ اه انا في البيت. هتعملي ايه النهارده بالليل؟ بالليل؟ احنا اولاد بالليل. لا انا اقصد مش تخرجي بالليل يعني شويه؟ هقضي في البيت زي كل يوم. ايه؟ ما بتخرجيش؟ ما بتسهريش؟ ما بتعمليش الحاجات دي خالص ولا ايه؟ اسهر ايه بس؟ انا بنام الساعة 9 بالليل. انا بصحى الصبح بدري. على فكرة انا موظفة مش صاحبة شركة. يا ستي ان شاء الله هتبقي عندك أكبر شركة في مصر كلها. أنا حاسس بده ومتأكد منه كمان. يا رب اسمك بقى ربنا. طب ايه؟ آخر كلام. هتخرجي ولا مش هتخرجي؟ لا مش هقدر خالص، ما ينفعش أخرج بالليل كده. ماشي براحتك. تصبح على خير. انت من قال خير. باي. يلا يا ليلى حرام عليك انا مت من الجوع. حاضر يا ماما جاي على طول اهو. ثانية واحدة. ثانية واحدة ايه بس وبتاع؟ حرام عليك يا شيخة. ايه يا ست الكل؟ أنا آسفة. يلا حبيبتي. قولي لي بقى أخبار الشغل إيه؟ زي الفل. شكلك كده مبسوطة قوي. أه الحمد لله عاملة شغل حلو قوي النهاردة. طب ما تخليهم يزودوكي. يزودوني إيه يا ماما؟ هما اللي ناقصوني ياخدوا كل مرتبي لكن يزودوني مستحيل. خلاص روحي شوفي شركة تانية غيرها. شركة تانية إيه؟ ما أحمد ربنا في شركة لمانية أصلا حد يلاقي. بقول لك إيه؟ ما تكلمي منيرة تكلم مامتها علشان نخرج كده ونشم الهوا. ماشي دي ما تصدق اصلا انا خرجها وعازمها هي وامها اصلا هخرجها.
يا ستي مش مهم، المهم ان احنا نخرج. انا خلاص زهقت من قعده البيت، انا بقالي اسبوع ما شفتش الشارع. لا يا ستي تخليك خروجي زي الفل. دي كانت اول مره اقابله فيها، كان غريب قوي. منكرش متشدد، بس هو كان عارف بالظبط هو عايز ايه مني. أنا كنت عبيطة أوي. ليلى أنتِ متهمة إنك قتلتي يوسف المعداوي. ولو صحي تاني هقتله مليون مرة. يعني أنتِ بتعترفي إنك قتلتي يوسف المعداوي. اكتب. باستجوابها عن اعترافها في قتل المجني عليه، أومأت برأسها إلى الأمام علامة تدل على الموافقة والتأكيد. طيب، عايز اعرف ايه السبب اللي خلاكي تقتليها ليه؟ كان عايز يقتل الحاجه الوحيده اللي حسستني ان حياتي معنى، بعد ما هو سرق كل حاجه حلوه في حياتي. ممكن يكون كلامك محدد شويه يا مدام ليلى. كان عايز يقتل ابني اللي هو ابنه برضه. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ بس انا اعرف ان يوسف المعداوي مش مخلف منك. كان عايز يموت الجنين. تقصدي انك قتلتيه عشان الجنين؟ ايوه. جوازك منه كان رسمي؟ معاكي حاجة تثبت ان انت كنت متجوزة يوسف المعداوي؟ ايوه معايا. ممكن اشوفها؟ ايوه في البيت، حطها في الدولاب بتاعي. الشمع يرجع زي ما كان بالظبط. اتجننت؟ أهلا، وهتعمل ايه في مراتك؟ وفي يا بابا؟ وانا مش من حقي ولا ايه؟ مش مسألة حقك ولا مش حقك، ودي مين دي اللي رضيت تتجوزك من غير موافقة أهلك؟ الله، هي ايه ملهاش أهل؟ أهلها ما يعرفوش. كمان تبقى بنت مش متربية بقى ولمتها من الشوارع. في يا بابا أنت بتعرفش ابنك ولا ايه؟ أنا أقنعتها. أقنعت ايه وما أقنعتش ايه يا أخي؟ أصلها معروفة يعني أي بنت تعمل حاجة غصب عن أهلها تبقى مش متربية. بابا انا اتجوزتها واللي حصل حصل خلاص. عملت طيب ان انت اتجوزتها في السر؟ انا عارفك شهرين ثلاثه وهتزهق وهتسيبها، عشان كده اتجوزتها كتيمي. احبك يعني انت مش زعلان؟ انا زعلان على زعل مراتك. لا مراتي ايه، مالكش دعوه بمراتي وعيالي، انا بتصرف معاهم. اهم حاجه في الدنيا انت ما تبقاش زعلان يا حاج. خلاص بقى اتصرف انت مع نفسك بقى يا اخويا حبيبي.
الشمع يرجع زي ما كان بالظبط. انا خدام سعادتك يا فندم، اطمئن عليا في اي حاجه. احفظ لسانك. حاضر. ما حدش يعرف اي حاجه. انا خدام سعادتك. محدش يعرف ان انا جيت. حاضر يا فندم. امسك. عايزة اتكلم مع حضرتك كده في موضوع من امبارح، بس قلت استنى شوية. مش عايز اسمع ولا كلمة. لا حضرتك لازم تسمع الكلام اللي انا هقوله لك. احنا لازم نعمل حساب البنت دي، دي حامل يعني ممكن تجيب ولد وتكوش على كل حاجة، وكل حاجة ملك يوسف تبقى ملكها هي. دي مجنونة. مش كده وبس يا عم، انا قلبي حاسس ان الولد ده مش ابني. اصلا يوسف لو كان واثق إن الولد ده ابنه ما كانش يطلب منها إنها تنزله. فكر كده، يوسف ما كانش هيخسر حاجة، هو يعني مش فقير لا سمح الله علشان يخاف من مصاريف حتة عيل. وبعدين هو كان عارف إن أي حاجة من ريحته كنا هنتقبلها بسهولة. وبعدين ده متجوز واحدة زي القمر، يعني ما بصش لست ليلى دي علشان جمالها، هي أكيد لفت عليها. أنا قلقانة يا عمي، البنت دي مش سهلة. أنا عارف. المصيبة بقى يكون كاتب عليها وموثق عقد الجواز. إحنا لازم نشوف هو فين ونجيبه. دي أول حاجة فكرت فيها. احرقه. اخلص منه يا عمي. لازم ما يبقاش فيه أي إثبات إنها من العيلة ولا إنها كانت مراته شرعا. عندك حق. بقول لك ايه يا صاحبي، ما تزعلش مني، مراتك عندها حق. غلطان جيت لك يا عم. استنى بس، غلطان ايه وبتاع ايه؟ انا بقول لك ان هي عندها حق، عشان يوسف هو اللي كان ماسك كل حاجه في الشركه، ودلوقتي الحمل كله بقى عليك انت. يا عم شركه ايه وقرف ايه؟ الشركه دي اخر حاجه ولا بفكر فيها اصلا. انا ما حدش حاسس بيه. روحي راحت مني يا هاني. اللي مجنني ان انا ويوسف كنا متخانقين، يعني هو مات وهو زعلان مني. كان لازم اسمعه، اكيد كان عنده حاجه يقولها لي، كنا حليناها مع بعض زي ما كنا بنحل كل حاجه مع بعض. معلش يا خالد، ما تزعلش، أنا مش عايزك تحمل نفسك ذنب مالكش دعوة بيه. بعدين يا صاحبي، في الأول وفي الآخر يوسف هو اللي كان بعيد عنك، مش أنت اللي كنت بعيد عنه. استنى بس، اقعد معايا شوية. لا أنا زي. بقول لك إيه، أنا عايزة الخبر في الصفحة الأولى، بس مش عايزاك تركز مع المعداوي ولا موضوع إن يوسف كان عايز يقتل ابنه والكلام ده. أنت عارف المعداوي حبيبنا ومش عايزين نزعله. يلا سلام.
قاله ايوه يا معدوي بيه، البقاء لله، قلبي عندك في الجنه ونعيمها ان شاء الله. انا مش مصدقه. خالد يا روي في ايه؟ انا مش عارفه انت بتجيب البرود ده كله منين. هو احنا هنبتدي نكد بدري كده ولا ايه؟ هنبتدي؟ لا هي سواد اساسا. هو في ايه على الصبح؟ هو انت دماغك دي ايه؟ صحراء ما بتفكرش. قوم روح شوف ابوك بيعمل ايه؟ خليه يحس انك جنبه، خليه يحس ان اخوك ما كانش عنده حق لما بعدك عن كل حاجه. حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ ايه اللي حاضر؟ انت لازم تروح المشرحة عشان تستلم الجثة. ولا دي بقى انت ما كنتش واخد بالك منها. يا اخي لو ما كانش عشان خاطرنا يبقى عشان خاطر ابوك. ماشي. حبيبي روح خد شاور وفوق وانا اللي هجهز لك كل حاجة، تمام؟ هو ايه قصده ده؟ ولا بيشتغل كده قرف. يعني ايه لازم يشرحوا الجثه؟ دي اجراءات قانونيه ولازم تتم. يعني ايه استلم جثه ابن 100 حته؟ مش كفايه اللي حصل له؟ عايزين يقطعوه كمان 100 حته؟ لا انا مش هسكت، انت فاهم يا حاج؟ مفيش داعي للكلام ده، احنا مش هنقدر نعمل حاجه. يشرحوا جثته ليه؟ ها يشرحوها ليه؟ ما كل حاجة واضحة زي الشمس. أيوة كل حاجة واضحة زي الشمس، بس دي إجراءات محدش فينا يقدر يمنعها. أنا أمنعها؟ اسمعني بس يا حاج. أنا أنت، أنا بديك كل اللي أنت عايزه، مش عشان تعمل اللي أنت عايزه ولا القانون عايزه، لا عشان تعمل اللي أنا عايزه. كل ده بتاخده عشان تطبق قانوني أنا، قانون المعداوي. طيب بس اهدى وأنا هتصرف. أيوة لازم تتصرف. أنت ما تعرفش أنا جوايا إيه. أنا جوايا نار. من ساعة ما سمعت الخبر وأنا جوايا نار. بس أنا ماسك نفسي. أنت ما تعرفش اللي أنا فيه. أنا كل دقيقة بشوفه قدامي. البنت دي لازم تاخد إعدام. لو خرجت أو خدت أقل من إعدام هموتك أنت. أنا بقول لك أهو. هات معاك المحاميين اللي انت عايزهم. قول لي اعمل ايه عشان تاخد اعدام وانا اعمله. قول لي. شهود؟ اجيب شهود. فلوس؟ اطلب زي ما انت عايز. المهم تاخد اعدام. يا حاج الموضوع مش كده خالص، ده قانون واجراءات بتتم. ومحدش فينا ليه سلطه على القانون ولا حد فوق القانون. انا فوق القانون. اتفضلي. تشربي ايه؟ شكرا مش عايزه حاجه. طيب انا عايزك تحكي لي كل اللي حصل بالتفصيل عشان ده مهم جدا عشانك يا ليلى. انا قلت كل اللي عندي. انا اللي قتلته. كان عندي استعداد اقتله مره ومليون. لو رجع من تربته تاني هقتله. عارف ليه؟ اتفضلي قولي. عشان كان عاوز يموت ابني اللي من ساعة ما عرفت ان انا حامل فيه وانا قاعدة مستنياه بشوفه قدامي هو بيلعب بيتكلم معايا. انا عارفة ان الكلام ده ما يهمش حضرتك وممكن ما تحسوش، بس هي دي الحقيقة. احنا رحنا الشقة وما لقيناش عقد الجواز. كنت متأكدة ان انتوا مش هتلاقوا حاجة. يعني ايه بقى؟ أنا قلت لحضرتك كل حاجة وما كدبتش ولا كلمة. شوف أنت بقى مين دخل الشقة وسرق عقد الجواز بتاعي. اكتب يا ابني. أمرنا نحن ومروان الشحات وكيلي النائب العام تجديد حبس المتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق.
ليلى حبيبتي، ايه عملوا فيكي ايه؟ عملوا فيكي ايه ضلال يا حبيبتي؟ ما تخافيش يا روحي، انا معاكي يا حبيبتي، مش هسيبك، انا مش هسيبك لوحدك ابدا يا حبيبتي. ردي عليا يا بنتي، ردي عليا يا بنتي، قلبي وجعك يا ليلى يا حبيبتي. حملت في نفسك كده ليه يا بنتي يا ضلال؟ ردي عليا، ردي عليا يا ليلى، يا ليلى يا عمي. اللي حضرتك بتعمله ده مش صح خالص. سيبيني لوحدي يا روية. لا طبعا انا ما اقدرش اسيبك تضر نفسك بالشكل ده. انت لازم تاكل وتاخد الدواء وتبقى صحي ومفوق كده علشان تجيب حق ابنك. راويه انا عارفه يا عمي ان حضرتك كنت واخد مني موقف، بس مش وقته، مش وقته، مش وقته، مش وقته يا راويه. لا طبعا ده هو ده وقته. احنا لازم دلوقتي بالذات نبقى كلنا ايد واحده عشان نجيب حق يوسف، وعشان نحافظ على سمعته، وعشان البنت دي تاخد اعدام. عايزه ايه يا روي؟ انا اسفه ان انا اقول لحضرتك ان خالد مش بالقوه الكافيه اللي تخليه يدافع عن حق اخوه وفي نفس الوقت يدير الشركه. الناس كلها لازم تعرف ان يوسف المعداوي لسه ما ماتش، وان شركه المعداوي اكبر شركه مقاولات في مصر كلها. انت عايزه ايه يا روي؟ حضرتك مش هترتاح غير لما تاخد طار ابنك، وفي نفس الوقت البت دي تاخد اعدام، صح؟ طيب مين هياخد باله بقى من الشركة في الوقت ده؟ والمطلوب أنا. حضرتك عارف إن أنا كنت عايزة أدير الشركة مع يوسف الله يرحمه، بس حضرتك بقى ما كنتش موافق، كنت عايز خالد هو اللي يبقى مع يوسف. بس صدقني يا عمي خالد مش هيقدر. وانا موافق. وانا تحت امرك، وانا تحت امرك يا عمي في اي حاجه. انا عارفه ان الكلام في الموضوع ده صعب دلوقتي، بس الامور لازم تمشي وتمشي احسن من الاول كمان. وانا مهما كنت واحده من العيله واكتر واحده تخاف على مصلحتها. انا عارف يا روي، بس مش وقت الكلام ده، مش عايز اي كلام، انا مش عايز افكر في اي حاجه. معك حق، اشرب يا حبيبي عشان صحتك. سيد شيل الصينية من جوه. حاضر يا يعني. مساء الخير. مساء النور. مع الدوي دي موجود؟ انا اقول له مين؟ رجاء. اوكي اتفضلي اتفضلي. أهلاً وسهلاً. قلبي عندك. أشكرك، تفضلي. أنا عارفة إن اللي حصل ده كبير قوي وأكبر من قوة احتمالك، بس أنا مش عايزك تضعف عشان أنت مش أي حد، ومهما اللي حصل كان كبير اعتبره اختبار من الله. ونعم بالله.
انت عارف انا تحت امرك، لو في اي حاجه اقدر اقدمها لك. كتر خيرك، بس انا مش عايز موضوع يوسف ده يتنشر في الجرايد، يعني ده رجاء شخصي مني. بالعكس، البنت دي لازم تتبهدل، ولازم تعرف ان مش القانون بس اللي هياخد حقه، المجتمع كله لازم ياخد حقه. ايه بس انا مش حابب يعني ان سيرة يوسف تبقى في الجرايد كل يوم والتاني. سيرة يوسف زي الفل، وانا والجريدة كلها تحت امرك. انت عارف غلاوتك عندي قد ايه؟ مش وقت يا رجاء، انا في حالة ما تسمحش. لا لا، انت فهمتني غلط، انا قصدي بس ان انا مش عايزة اسيبك لوحدك، وعايزك تعرف ان انا دايما معاك. كتر خيرك. اشربي الليمون ده بقى يا طنط، ان شاء الله هتبقي زي الفل. مش عايزه اشرب حاجه. لا يا طنط مش كده، كده كتير، وبعدين انت لازم تشدي حيلك شويه عشان خاطر ليلى. امال مين اللي هيقف جنبها ويساعدها؟ انا منعتها وهي ما سمعتش الكلام. يا ريت كنت منعتها بالاول، بس مش هي اللي غلطانه لوحدها، انا كمان غلطانه، انا امها، وكان لازم اقول لها لا، ولازم امدحها غصب عن عينيها كمان. يا حبيبتي يا بنتي. شوفي يا بنتي، اي حاجه بتبقى خارجه عن طبيعتها تبقى نهايتها مش صح وغلط. يعني مثلا الجواز اساس الاشهار، وكونه بقى ان هو خايف من مراته ولا خايف من ابوه يبقى ما يتجوزكيش. ماما انا بحب يوسف. ازاي تحبي واحد خايف يقول لكل الناس انه متجوزك؟ يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي اسمعي كلامي، اللي بيحب حد بيتحدى العالم كله علشان، مش مهم بقى يطلع كويس يطلع وحش الدنيا تخرب، المهم يبقى عمل اللي المفروض يعمله. شفتي يا ماما انت بتقولي ايه؟ يتحدى العالم علشان، انا كمان بتحدى العالم عشان بحبه وعاوزاه. وهو انت بتحبيه، طب وهو ليه انت تتحدي العالم لوحدك؟ اللي هو كمان ما يتحداش العالم معاك؟ ليه انت اللي تضحي لوحدك بس؟ لا يا لي، انا مش موافقك على كده ابدا. انا بقى يا ماما موافقه وراضيه، وهو وعدني انها مساله وقت مش اكتر. بقول لك ايه، سيبك من الكلام الفارغ ده بقى، انا سايباكي كده براحتك وبتكلمك كده بالراحه علشان عارفه واثقه انك مش هتعملي حاجه من ورايا. اوعي يا ليلى، الكلام ده يروح يعمله مع حد تاني غيرنا، لكن احنا لا يا بنتي، انا وانتي مالناش غير سمعتنا. انا عايزه افرح بيكي واعمل لك كوشه وفرح وزفه، واعزم المعارف والقرايب واقول لهم ان انا بنتي بتتجوز، مش اخبي واداري. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني بقول لك مفيش جواز الا فرح وكوشه ومعزيم. ده مش بس كده، ده انا كمان لازم انشر الخبر ده في الجرايد والمجلات. وانت ليه مصممه تصعبيها عليا؟ بقول لك ايه، انا بتكلم معاكي من الصبح وانا ساكته خالص ومستحمله. فوقي بقى، هو ايه كل عقلك؟ خلاص ما بقاش عندك عقل يا شيخ، حرام عليكي، قسما بالله العظيم تلات، لو ما خرجتيش الموضوع ده من دماغك يا ليلى لاكون ما قعدكي جنبي، وكفايه ان احنا نعيش بمعاش ابوك. يا بنت افهمي، افهمي بقى، السمعه لما بتتوسخ ما بتنضفش، افهمي حرام عليكي. المادة 47 من الدستور تنص على أن لكل إنسان حق التعبير، سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى. والتعبير عن الآراء سيد الرئيس تشمل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والنقد كما تعلمون سيد الرئيس هو ضمانة أكيدة لسلامة البناء الوطني، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط للدول الديمقراطية، وحق مكفول لكل مواطن على قدم المساواة. إن حرية التعبير سيد الرئيس والتي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي لا يقوم إلا بها، وأي اعتداء على حرية التعبير هو اعتداء على الديمقراطية وهدم الديمقراطية. وكما تعلمون سيد الرئيس، فإن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدائها. ألسنا في دولة تحترم الدستور والقانون؟ ألسنا في دولة ديمقراطية؟ لذلك
أرجو من هيئة المحكمة أن تقدر دفاعي عن حرية التعبير، فهذه قضية شائكة لشاب في مقتبل العمر جريمته أنه استخدم حقه الدستوري في التعبير عن رأيه. لذلك سيد الرئيس أرجو من عدالة المحكمة الحكم ببراءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه. شكراً سيد الرئيس. كنت متأكد إنك هتجيب له براءة. أهلاً وسهلاً. أنا ما جبتش براءة ولا حاجة، أنا أقررت حق. في فرق بين الاتنين. زي ما أنت ما اتغيرتش، وحشني كتير. أنت كمان وحشني، أخبارك إيه طمني؟ أنا زي ما أنا، شغال في مكتب المستشار عادل. يا راجل، ده أنا قلت أنت خلاص فتحت مكتب من زمان. يا عم وإحنا زيك يا عم، لكن قول لي إزاي قدرت تتأثر على مشاعر المحكمة؟ أنا ما أثرتش على مشاعر المحكمة، ولا تلعبت بثغرات القانون. أنا تعاملت مع واقع وحق. لأني مؤمن إيمان شديد بأن الحق لازم ينتصر. خلينا نشوفك ان شاء الله. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. مع السلامة. لولا المكتب اللي سابه لأبوه كان زمانه زي حالاتي، من هنا لهنا وبيتشعبط في المواصلات. دنيا. انت لو عرفت ايه اللي أخرني مش هتزعل مني الزعل ده كله. المحامي الناجح عمره ما يتأخر عن شغله مهما كان. انا كنت بجمع لك كل ملف القضية والورق اللي انت طلبته مني يا عماد. وده يأخرك؟ ها؟ وانا بصراحة رحت للجريدة اللي نزلت الخبر وطلبت منهم ان انا اقابل الصحفي بنفسه، وهو ده اللي اخرني. فضلت قاعدة مستنياه والله. تسيبيه وتمشي؟ اسيبه وامشي ازاي؟ ما انا لو عملت كده هتقولي ان انا ما عملتش كل اللي مطلوب مش مني. مش مشكلتي. عارفة يعني ايه المحامي اتاخر عن المحكمة؟ يعني الموكل بتاعي يكون اتص حب. طيب ما تزعلش نفسك عشان خاطري. بعدين مبروك، ده انت النهاردة كسبت قضية كبيرة بتاعت صحفي كبير، يعني بكرة الصحافة كلها هتكتب عنك. مش عايز هزار لو سمحتي، من فضلك. اللي حصل ده ما اتكررش تاني، مفهوم؟ حاضر. ده ملف القضية اللي انت طلبته مني. تعالي. قريت الملف بتاع القضية؟ اه طبعا قريت. وايه رأيك؟ لو عايز صراحة يعني انا مش عارفة انت ليه مهتم بالقضية دي. لأنها قضية رأي عام. يعني لازم اعرف كل تفاصيلها وملابساتها. ماشي، بس انا مش مصدقك. ميرفت. نعم. تزعليش مني؟ ها مش زعلانة طبعا. بص يا عماد، اولا لازم تعرف ان دي حاجه اسمها ضمير القاضي وقناعته، بس ده ما يمنعش ان الادله والورق مهمين جدا عشان تقدر تثبت حقك. ما هو لو كل قضيه اعتمدنا فيها على مشاعرنا مش هنقدر نحدد الحق من عدمه، لان ساعات برضو المجرم بتبقى عنده قدره كبيره على اثاره العواطف والاقناع. أبوك ظالم على فكرة. ناهد، من فضلك خدي بالك من كلامك. لا أنا بتكلم بجد، ومن حق أقول كل اللي أنا عاوزاه. أبوك اللي بيدرس القانون، اللي رفض إنك تخش الكلية اللي أنت عاوزها عشان خاطر تبقى زيه، حامل الحق ظالم. أبوك حكم عليا إني ماليش حق في الحياة، حكم عليا علشان مطلقة وعندي طفل، ماليش حق إني أجوز ابنه، ماليش الحق ان خطط لحياتي. بابا خايف، خايف عليا وده حق. خايف عليك من ايه؟ مني؟ خايف عليك ليه؟ لسه صغير؟ ولا هو عامل قانون خاص بيه هو وبس، والكل لازم يمشي عليه؟ ابوك بينادي بالعدل، بس العدل ده الناس تانيين مش ليه. ابوك حاطط مبادئ، بس المبادئ دي عشان غيره مش عشان. نهد انت مش فاهمه،
تعرف؟ انت صعبان علي. انت هتفضل طول عمرك تسمع كلامه، هتفضل طول عمرك حاسس انك لازم تفضل تحت طوعه وتنفذ اللي بيقوله. امتى هتقدر تقرر انك تعيش حياتك؟ امتى هيبقى عندك القدرة على الاختيار؟ بلغ والدك ان ابني عندي بالدنيا واني فخورة بنفسي ومش مكسوفة من حياتي. أنا مش متخيل حياتي من غيرك. أنا بحبك. بتحبني؟ بتحبني ومش عايز تزعل والدك؟ بتحبني ومش عايز تاخد قرار إن أنا أتجوز؟ بتحبني وخايف من الحياة معايا؟ أسفة. بعضنا كالورق وبعضنا كالحبر، فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى. مساء الخير. الساعة هنا بمليون ساعة. ده انت فقر، كنت هعزم عليكي بالسيجارة، مالكيش نصيب. سمعت من الشاويش بره انك قتلتي جوزك. براحتك، انا قلت اعدي الليله اهو نتكلم. مفيش حاجه اقولها لك. قولي اي حاجه. اقول لك اكدابي. بقول لك ايه، عندك 100 واحده تكلمي معايا، مش معنى انا يعني. لا اصل انت شكلك نظيف. تفرق معاكي قوي؟ اصل دول اشكال بنت كلب، وتفرق معايا طبعا. ما تفرقش ليه؟ انا بنت ناس يا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البصه دي؟ اوعي يا اختي تفتكريني اي كلام. لا يا حبيبتي، ده أنا دارسة ومثقفة ومتخرجة من الجامعة كمان. لا باين عليك. باين عليا؟ ما يبانش عليا ليه؟ غيرش أنا بس اللي واخدة الموضوع هواية. هواية؟ هواية؟ بقولك إيه؟ فكك من جوزك ده. احكي لي بقى، قتلتي جوزك ليه؟ اتجوز عليكي ولا بتحبي واحد تاني؟ ولا دي ولا دي. كان بخيل؟ بتاع نسوان ومطلع عينيكي؟ لا. لا كده ما فاضلش غير حاجة واحدة بس أنا مش هقدر أقولها. عيب. كان عاوز يقتلك. ابنك؟ هو أنت كنت متجوزة قبل ما تتجوزيه؟ استغفر الله العظيم، أقطع دراعي كده وأفهم منك أي كلمة. أنا مش فاهمة لك حاجة، بتقولي إيه؟ ما بقولش حاجة من ده، اسكتي وغيري الموضوع. حاضر يا حبيبتي، من عينيا أغير لك الموضوع. تحبي أحكي لك قصة كفاحي؟ لا مش عايز اسمع حاجة. ليه؟ دي جميلة. راجعي نفسك، تحبي تسمعي؟ لا. تكوكسة والله، دي قصة عظيمة كلها عبرة وعظة ومرتفعات ومنخفضات ووديان. انتي الخسرانة. انا خسرت كل حاجة، ما جاتش على دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك قلبتيها حزن القهر كده ليه؟ لا بقولك ايه يا حبيبتي، انا بحب اجي هنا اروق نفوخي. بحب افصل من زحمه المواصلات، اصل بره قرف وحر، انما بقى هنا طراوة. ويا سلام بقى لو خدتلي شهر ولا اتنين في الحبس، يبقى 100 فل و15. انت بتتكلمي بجد؟ طبعا. هو انت ما سمعتيش اغنيه السجن السجن عسليه مهلا بيا؟ ايوه كده تحكي. لا والله صحيح، نعمل ايه بره؟ بره شقه، انما هنا بقى راحه، اكل اشرب اعيش 100 فل. وبعدين بقى انا في السجن بنام بمعاد وبصحى بمعاد، فبستعيد لياقتي وبحافظ على جمال بشرتي وتالقها، وبرجع الشغل بقى مورده بلعلط كده.
والله يبان عليك هتبقي انتمتي. انتمتك؟ فكي بقى، يلا الغي الغي، خلي الوقت يمر. اقول لك ايه، كل حاجة ما جاتش على دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك قلبتيها حزن القهر كده ليه؟ لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا بحب اجي هنا اروق نفوخي. بحب افصل من زحمة المواصلات، اصل بره قرف وحر، انما بقى هنا طراوة. ويا سلام بقى لو خدت لي شهر ولا اتنين في الحبس يبقى 100 فل و15. انت بتتكلمي بجد؟ طبعا. هو انت ما سمعتيش اغنية السجن السجن عسلية مهلبية؟ ايوه كده تحكي. لا والله صحيح، نعمل ايه بره؟ بره شقة، انما هنا بقى راحة، اكل اشرب اعيش 100 فل. وبعدين بقى انا في السجن بنام بمعاد وبصحى بمعاد، فبستعيد لياقتي وبحافظ على جمال بشرتي وتألقها، وبرجع الشغل بقى موردة بلعلط كده. والله يبان عليك هتبقي انتمتي. انتمتك؟ فكي بقى، يلا ارغي ارغي، خلي الوقت يمر. اقولك ايه بس، ليلى. ايه ليلى ليلى ليلى؟ ايه خميني كده اللي حصل؟ ايه، في مصيبة تانية ولا ايه؟ مش هتصدقي. ما تقولي سالم قمر بمكافأة ليا وليك. نعم يا اختي، والله العظيم. اوعي تقولي بسبب الاجتماع امبارح. اجتماع ايه يا هبله انتي؟ لا طبعا انا عارفه ليه. ممكن تخلصي وتقولي على طول؟ اصل انا امبارح قلت له ان انتي قريبه يوسف بيه. نعم، انتي اتجننتي ولا ايه؟ لو عارف ان انتي بتكدبي. يا بنتي ربنا هيسترها. بقول لك ايه، مش موافقه على الكلام اللهبل اللي انتي عملتيه ده. لو جه يوسف دلوقتي وعرف الحوار ده انا هبقى شكلي عامل ازاي؟ ما تقلقيش يا بنتي، مش هيقول له. انتي مالك خفيفه كده ليه؟ انا هقول لك ايه اللي هيحصل. سالم دلوقتي هيحاول يقرب منك عشان يكسب يوسف في صفه ويستفيد من وراه، وادي اول خطوه مكافاه. طب بذمتك انت عمرك خدتي مكافاه من ساعه ما جيتي هنا؟ بصراحه لا. خلاص يبقى تسكتي انت خالص وتسيبيني انا اللي خطط. ادخل. طيب بقى انا هروح على اجيب منيره. لذيذه صاحبتي. طب ايه، مش هنقعد ولا ايه؟ لا طبعا حضرتك هتقعد، اتفضل. طب يا ستي، مش لما احنا قرايب مش تقولي لي برضه بدل ما اعرف؟ والله العظيم انا ماليه دعوه بالموضوع ده خالص، منيره هي اللي عملت كده. بص هي كانت بتهزر والهزار قلب جد، انا قلت لها ان هي تروح تقول الكلام ده مش حقيقي. لا. ولو حضرتك عايز نخرج دلوقتي وقولي ان الكلام ده كدب انا هخرج. لا طبعا. تخرجي فين؟ انت عايز تطلعيني كدابه ولا ايه؟ اصل انا اكدت لهم المعلومه. انا متاسفه قوي يا مستر يوسف، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس والله العظيم انا هربي منيره دي. بالعكس، ده منيره دي عملت معايا احلى وجه. نعم. اصل انا لو عندي واحده حلوه زيك كده في العيله كان زمان اتجوزتها من زمان. استاذ يوسف انا، هو انت ليه مش واخده بالك ان انا معجب بيكي؟ ولا انت واخده بالك وعامله فيها مش حابه؟ طب بصي، انا مش طالب منك انك تعجبي بيا زي ما انا معجب بيكي، بالعكس انا عايزك تاخدي وقتك وتفكري كويس قوي. وانا قلتها لك من غير لف ودوران. حضرتك يا مفيش حضرتك. وعلى فكره الموضوع ده ملوش اي علاقه بالشغل. الشغل حاجه ولا انا بقوله ده حاجه تانيه. وأقولها لك دايما، أنت عجبان. عن إذنك مستر يوسف. Thank you.
تعالي هنا. ليه؟ عرف؟ اه عرف طبعا. خرج من هنا على سالم. هنعمل ايه؟ ما تخافيش، هو مش هيعمل حاجه، هو اصلا اكد الموضوع فعلا. شكلها كده هترق وتحلى قليل لما كنا نترقى قريب. بس على فكره بقى يا منيره، انا مش موافقه خالص على اللي انت عملتيه ده. موافقه بقى ولا مش موافقه، المهم انه طلع ذوق ومحترم وابن ناس. هو بصراحه ذوق قوي. نعم يا اختي، ذوق قوي. وفي ايه يا ليلى؟ هي هتلعب ولا ايه؟ هي لعبت خلاص يا منيره. أنا مش فاهماكي، وأنت مش مصدقاني ليه؟ معقولة حبك بسرعة كده؟ إيه؟ سحر ولا شعوذة؟ يسلم؟ هو أنت شايفاني ما استاهلش ولا إيه؟ لا طبعًا تستاهلي، بس مش يوسف بيه مرة واحدة. بت أنت تكلمي عادل. طب عارفة أنا لو منك كنت قلت له فين المأذون؟ ليه إن شاء الله؟ شايفاني واقعة في دباديبه قوي؟ ليه لا؟ وحش؟ ده الواد قمر. طب والله الواد ده المفروض يبقى نجم سينما. فقير؟ فشر. ده العربية بس العربية اللي راكبها تبني حي بحاله. وانت عايزة ايه تاني؟ هو سلق بيت يا منيرة. يا اختي السلق ولا يتقلي مش مهم، المهم انك تتجوزي واحد متريش وخلاص. انا نفسي اعرف انت مالك، هو انت اللي هتتجوزيه ولا انا؟ لا ما هو انت مش واخدة بالك. انت حبيبتي لما تتجوزي واحد غني يبقى انا اكيد هتجوز واحد صاحبه. يا شيخة وايه اللي اكدها قوي كده؟ ما هو انت اكيد هتتكلمي عنه لما حد من صحابه يطلب عروسة. انت مش بس هتتكلمي عني، لا ده انت هتمدحي فيا وفي اخلاقي وفي جمالي وشياكتي ومميزاتي النفسيه. بس 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 بس، ده انت فظيعه، انت ما بتبطليش رغي. طب هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هفكر. اوعي تقولي لي انك هترفضي او بتفكري حتى انك ترفضي. هو انا اكيد ما ينفعش اقول الكلام ده دلوقتي يا منيره. هو هيحس. وبرده ما ينفعش اقول ان انا موافقه بسرعه كده، انا ما قابلتوش غير مرتين بس. ما كلام مظبوط، اتقلي التقل صنعة. اقول لك على حاجه بقى، انا مبسوطه قوي من الكلام اللي قالهولي ده. ايوه بقى هو ده الكلام، ما تمثليش. وبقول لك على حاجه، انا كمان مبسوطه. انت اتكلمي عدل شويه بقى. والله يا ليلى انا بتكلم جد، اخرجي بقى من الدنك اللي احنا فيه ده، عايزين نعيش عدل. على فكره في حاجه مهمه قوي انت ما تعرفهاش. انا ما بفكرش في فلوسه خالص. طب اقول لك على حاجه، انا هريحك، فكري انت فيه وانا هفكر في فلوسه. عادي مش صحاب؟ عشان احنا صحاب انا محتاجه ان انت تتكلمي معايا بجد شويه. يا ليلى والله العظيم انا بتكلم جد. بصي يا حبيبتي، انت مش محتاجه غير انك تحسي ان انت عايزاه ولو 10%. بعد كده بقى ادي نفسك فرصه انك تقعدي معاه، هتلاقي ال 10% دول بقى 40%. بعد كده اعرفي عيوبه ومميزاته. برافو. هيبقوا 60%. بعد كده بقى يا ليلى اعرفي رصيده في البنك، هيبقوا 1,000,000%. يخرب بيت دماغك انت ايه؟ والله يا ليلى هيبقوا 1,000,000%. فكره والله. امي جاتك القرف. الو، صحيتك ولا ايه؟ لا انا صاحيه اصلا. طب كويس. ايه في حاجه؟ وبسرعه، في حاجه بس انا عايز اشغلك، عايزك تفكري فيها طول الوقت. وايه المطلوب؟ هو ده المطلوب. طب احنا ممكن ناجل كلام لحد بكره لما نتقابل في المكتب احسن؟ بس كده؟ قوي قوي، هبقى عندك بكره الصبح. اوكي باي باي. ليلى ازيك يا ليلى، عامله ايه؟ والله هو اللي اصر يجي معايا لما قرا الخبر في الجرايد، انا ما عرفتش اقول. انا حبيت اطمن عليكي بس، انت عارفه معزتك عندنا عامله ازاي، لو ده هيضايقك انا ممكن امشي. لا لا يا نور مفيش اي حاجه. ليلى انت كويسه؟ انا خايفه عليكي. سيبك مننا يا منيره، ماما عامله ايه؟ الحمد لله كويسه.
لما هي كويس ما جاتش معاكي ليه؟ مش عايزه تشوفني صح؟ لا لا خالص، بالعكس دي بتدعي لك. هي بس ماما مالها؟ هي تعبت شويه امبارح وجالها غيبوبه سكر. مستر انا استنى طبعا يا رب هموت نفسي عشان اخلص واخلصها. غلط، اوعي تفكري كده تاني. انا قريت كل حرف اتكتب عنك في الجرايد، ولو من القاضي هفهم الموضوع كويس ويمكن اديكي براءه كمان. شكرا يا نور. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. انا وميرا هنطلع على المحامي وهفهمه على كل حاجه، وهقول له كمان ان انا مستعد للشهاده. انا اتعاملت معاكي كتير يا ليلى وعارفك كويس قوي. انت مش مجرد زبونه عندنا في المطعم، ده انا بشوفك كل يوم. شكرا يا نور، ميرسي قوي. نور بيقول انك ممكن تقنعي المحكمه بكل كلامك، وكلامك منطقي جدا كمان. انت كنت بتدافعي عن نفسك وعن ابنك، وده حق مشروع. قسمت الجواز يا منيرة. مالها؟ سرقت من البيت. انا لو ما لقيتش الورقة دي هيعتبر ابن طفل غير شرعي. انا شاهدة ان انتوا كنتوا متجوزين. المحكمة ما بتاخدش الحاجات دي، لازم ادلة وثبوت. طب مش يمكن انت شايلها في حتة تانية؟ انا متأكدة ان انا كنت شايلها في الشقة في الدولاب. طب افتكري بس. لا يا منيرة، انا عارفة مين اللي سرقها كويس قوي. مين؟ معداوي أبو يوسف. وموقف، انت مش شايفيني ولا ايه؟ بلغي الموظفين في اجتماع كمان نص ساعة. حاضر يا فندم. وراي. روح اعمل لي قهوة مظبوطة بسرعة. حاضر يا فندم. بسرعة. يا ليلى لو اقدر اديكي جايزة على اللي انت عملتيه ده ما كنتش هتأخر. مش تقولين انك مسكتي إدارة الشركة؟ نسيت، ما خدتش بالي، كنت بفكر في مليون حاجة. ما انت لو مصحصح كده وفضيل ابوك كنت عرفت منه هو مش مني انا. نعم نعم الله عليك، زي ما سمعت كده. أنا مش هعمل زيك لحد ما تركن على الرف. بكرة مرات أخوك تيجي وتكوش على كل حاجة. دي مخلفة تلاتة. تلاتة. يعني إحنا هنخرج من المولد بلا حمص. ولو عرق الأبوة نقح على أبوك مش بعيد يكتب لها الشركة والمصنع وإحنا نروح في أبو بلاش. أنت شايفة كده يعني؟ أبوك لحد دلوقتي مش مصدق إن يوسف مات. اوعى تفتكر عشان هو واقف وسطينا وبيتكلم يبقى متماسك وعدى الموضوع. هو بيحارب نفسه لحد ما ينتقم البنت اللي اسمها ليلى دي. ولاد يوسف لو جم هيكوشوا على كل حاجه، وانا بقى لازم اتحرك. مش معقوله هبقى انا وانت، كفايه ان انت في الترعوح. طب وانت عايزاني اعمل ايه؟ انا مش عايزه اسمع الكلمه دي منك تاني، مش عايزه اسمع الكلمه دي منك تاني. انت المفروض تعرف اللي ليك واللي عليك. اللي انا بعمله ده المفروض انت اللي تعمله مش انا. خلاص يا ست، انا هنزل معاكي الشركه من بكره. شركه ليه؟ ما تروح المصنع. عشان نبقى مع بعض هنا. ايه نبقى مع بعض؟ هو احنا جايين نحب في بعض هنا؟ انا هنا انت هناك، فهمت؟ اه فهمت. انت عايزيني اروح المصنع هناك عشان ابقى عينك صح؟ انتي زميله عليها لحلوه، فهمتيها لوحدك دي ولا حد فاهمها لك؟ روح لابوك اسأل عليه، شوفه بيعمل ايه، خليه يحس ان عنده راجل بدل ما قرب ينسى.
اهلا. اهلا. وانا اللي قلت اني وحشك وعايزه تاخدي وتدي معايا في الكلام زي الحبيبه. انت عارف ان في مشاكل؟ مشاكل؟ لا اعوذ بالله، احنا ما عندناش مشاكل خالص، احنا زي الفل. لا يا حبيبي، احنا لا زي الفل ولا زي النيله، احنا عندنا مشاكل ومشاكل كتير قوي، بس واضح كده انك مش واخد بالك او عامل نفسك مش واخد بالك، او بمعنى اصح اكتر مكبر دماغك. هو في يا حماتي ايه اللي حصل بس؟ ما تقولش كلمه حماتي دي، خلاص ما بقتش قادره اسمعها، كرهتني فيها الله يسامحك. طب اهدي بس قولي لي ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني؟ اللي مضايقني كتير قوي، انت يا ابني مش قلت لي شهر والتاني وهتعلي الجواز ليلى؟ اه هو ده بقى اللي مضايقك؟ اه طبعا هو ده اللي مضايقني. يا ابني حرام عليك، العمر خلاص ما بقاش فيه بقيه، اللي راح مش قد اللي جاي، ودي بنتي الوحيده وعايزه افرح بيها، ده انا وثقت فيك واديتك اغلى ما عندي، ريحني بقى الله يخليك ويسترك. طب انا هريحك ازاي؟ ما انا لازم استريح انا كمان. وانت هتتعب في ايه بس؟ لا انت ما تعرفيش ابويا، انا ابويا ده راجل مجنون، لو عارف اني متجوز ليلى في السر هيروح يقتلها قبل ما يقتلني. خلاص اروح لنا. تروحي له فين؟ ما ينفعش. بقول لك ايه، شغل الثلاث ورقات ده خلاص ما بقاش يخيل عليا، قسما عظما لو مش هتعلن جوازك بالبيت لا من بكره هنزل وهنزل الخبر ده في كل الجرايد والمجلات. ايه رايك بقى؟ هكدبه يا بجحتك. تاني هقولها لك تاني يا حمادي، انا يوم ما اتجوزت ليلى فهمتها ظروفي كلها، وانتي وافقتي قبليها، يعني انا ما كدبتش عليكوا في حاجه. لا كدبت وخدعتنا كمان، بدليل انك قلت هتعلن جواز البنت ولحد دلوقتي انت ما اعلنتش الجواز. اه قلت كده بصراحه، قلت كده بس قلت على حسب ظروفي برضه. يعني بنتي تفضل متعلقه بظروفك لحد ما تحن عليها يا ابني؟ انا مش ابنك، انا لو ابنك هتخافي على مصلحتي زي ما بتخافي على مصلحه ليلى بالظبط، ولا تكونش هي اللي وزتك تقولي لي بقين دول؟ بقين؟ جوازي من ليلى هيفضل زي ما هو حماتي لحد ما اقرر انا امتى هقوله للناس. مراتي لازم تفضل جنبي تحت اي ظرف. ظروفك اللي تتحملها مراتك دي لما تبقى عيان، ولا حالتك الماديه مش قد كده، ولا فقران، ولا فيك اي حاجه، ساعتها هنحطك على دماغنا من فوق. الله. طب ما قلتيش كده ليه من الاول؟ ما كنت قلت لا وريحت نفسك. عندك حق، انت صح، كان لازم اقول لا من الاول. لكن اقول لك ايه؟ قال على راي المثل، كنت فين يا لا لما قلنا اه؟ ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. يوسف؟ قالي ما قلتش ان انت جاي. الله، انت فاكراني بحبك لوحدك ولا ايه؟ انا جاي لحماتي حبيبه قلبي شمس الشموسه، مش كده ولا ايه؟ والله انت كنت في بالي وكنت عايزه اكلمك، بس خفت اكلمك تكون مع باباك اعمل لك مشكله ولا حاجه. طب ايه يا حماتي؟ مش هتخش تغيري وننزل نتغدى زي ما اتفقنا؟ هو في ايه؟ انت ناوي تغيري رايك ولا ايه؟ والله العظيم ازعل. كداب بس. انا كداب؟ والله العظيم ما بكذب. بقول لك حاجه، يا رب ماما تقول لا. مش هتقول لا. هتقول لا؟ تراهني؟ تراهني؟ هراهن. ونطلع من هنا على بيتنا؟ لا طبعا مش هاجي معاك البيت، انا هبات مع ماما هنا، وانا كده كده اصلا خصمك مش بكلمك. انت خصمك بجد؟ ايوه. انت كدابه قوي. لا مش كدابه. انا كداب. يعني مش هنطلع البيت؟ هو لازم يعني؟ حبيبتي يا بنتي، انا اللي عملت فيكي كده، انا اللي عملت فيكي كده يا دنا. حبيبتي يا بنتي. صباح الخير يا فندم. خير. انا بس كنت عايز ابلغ حضرتك ان تقرير الطبيب الشرعي هيكون جاهز على اخر الاسبوع، وانا ببذل كل ما في وسعي ان احنا نستلم الجثه. انا عايزك تطلع لي تصريح زياره. لمين؟ عايز اشوف البنت اللي عملت كده في ابني. ليه بس كده يا فندم؟ حضرتك شوف انت عايز تعرف ايه وانا اعرفهولك، مفيش داعي انك تقابلها بنفسك وتشوفها. مش عايز كتر كلام، اعمل اللي بقولك عليه. الحمد لله الامور مشيت زي ما احنا عايزين واكتر كمان.
مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، انت راجل محترم وليك حق، عشان كده ربنا وفقنا. ان شاء الله تعبك هتوصلك بكره. ان شاء الله ان شاء الله. متشكرين جدا يا عماد بيه. براحتك. متشكرين براحتك. متشكرين لا جدا لا لا جدا أحتمرك. جدا أحتمرك. جدا. اتفضل اتفضل. السلام عليكم عماد بيه. متشكرين جدا. السلام عليكم عماد بيه. متشكرين جدا. السلام عليكم. يا ميرفت. لا يا ميرفت مش موافق. يا بنتي ده نصاب نصاب. عريس كويس ايه؟ بقول لك انا مش عايز وجع دماغ. لا يعني لا. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايزه اقابل الاستاذ. طب ممكن تستنيني لحظه؟ اه اتفضلي. يا ميرفت. طب اسمعيني. شوفي انا ما يهمنيش ده كله. في واحده بره عايزه تقابل حضرتك. خليها تخش. ما يهمنيش ده كله بقول لك. انا كل اللي يهمني الاحترام، الاحترام. وده بصراحة ما فيهوش ريحة الاحترام. اتفضل. ميرسي. طب سلام سلام. هنتكلم بعدين بقى. يلا عشان عندي ناس. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ميرسي. تشربي إيه؟ لا ميرسي ولا حاجة. لا، لازم تشربي حاجة. شاي كويس؟ أوكي. خلي يوم اتنين شاي ها؟ كنت بقول لحضرتك أنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل في قضية ليلى. يعني إيه موقفها بعد كده؟ أنا مش هخبي عليكي، هي موقفها صعب جدا. رغم إيماني الشديد بحقها في الدفاع عن نفسها. أنت خايفة من حاجة؟ قلقانة من حاجة؟ لا 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 إطلاقا مش أنا يعني أنا خايفة على ليلى لأنه هي ما تستاهلش اللي حصل لها. نجوى القاضي. أيوه. النبي عسل. يلا يا حبيبتي يلا عشان تاكلي. لا لا مش قادره اكل. مش قادره ده ايه؟ لازم تاكلي هتموتي. امسكي محدش هينفعك. امسكي كلي. ايوه كده. بقول لك ايه؟ على فكره انا احتمال اترحل قريب. ايه ده على فين؟ على المنتجع. منتجع ايه؟ السجن. عنبر الحوامل اللي هو انت هتشرفي فيه قريب ان شاء الله. ايه ده طب وانا؟ انتي جلستك امتى؟ معرفش. انتي وحظك بقى. عموما انا قدامي هناك مش اقل من ست اشهر، حاولي تنجزي بقى وتلحقيني. طب انتي مش حامل، هتروحي ازاي عنبر حوامل؟ مين قال لك يا حبيبتي اني مش حامل؟ ما انا حامل اهو، مش شايفه بطني قدامي؟ لا اصل انا كل مره كده بظبط نفسي، بقول لهم اني حامل عشان يحدفوني على عنبر الحوامل، اصله شرح وطراوه وهادي. باين النسوان هناك بقى ملهاش حيل ترغي خالص، مفرهدين كده كلهم. انت مسخره على فكره. حبيبه قلبي، اكلتي دي؟ هاكلها بقى. اتفهمها. بس انا شايفه ان ورق القضيه ناقص. لا يا عبد العزيز بيه، زي ما بقول لحضرتك كده، ده اخويا وانا عارفاه كويس. لو حس ان في لعبه او ان في اي ورقه ناقصه مش هيقبل القضيه. لا ازاي يعني؟ استحاله يكون بيتهرب من حضرتك. هو تلاقيه بس مش فاضي ومش قادر يرد على التليفون. حاضر. عينيا. اول ما يجي هبلغه ان حضرتك كلمته وعايزه. العفو. انا هموت من جوع. ثواني والاكل يكون جاهز. على فكره احنا لازم ندرس ملف قضيه ليلى تاني. ها؟ انت مش قلت هترفض القضية؟ طب وايه اللي خلاك تفكر تقبلها من جديد؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ بقول لك جعان جعان. اه خلاص بقى حاضر هعمل لك الاكل على طول. بس قول لي والنبي ايه اللي خلاك تفكر تقبل القضية تاني؟ انا عندي ايمان بحقها في الدفاع عن نفسها وعن ابنها. صاحبتها كمان عندها نفس الايمان. حلوة بقى؟ يا مين دي؟ صاحبتها. ما خدتش بالي. قولي لي محروس عامل ايه؟ على فكره اسمه جلال ما اسموش محروس. وبعدين هو محامي زيه زيك. محامي فاشل. كده؟ بسهوله كده حكمت عليه بالفشل؟ عنده 30 سنه ومسكش ولا قضيه ولا فتح مكتب. وانت بقى فتحت مكتب وانت عندك كام سنه؟ لا انا مختلف. انا كنت محدد هدفي بكل دقه ووضوح. انت ليه دايما فاكر انك الوحيد اللي بتفكر بنت صح؟ بنت انت ايه؟ هتفلسفي ولا ايه؟ بقول لك جعان، يلا. حاضر.
بجد قول لي ليه فاكر الكلمه اللي هي بتفكر صح؟ النتائج بتقول كده. شوفي انا ازاي وهم عايشين ازاي. انا في ناس في دفعتي لغايه دلوقتي بيشتغلوا في مكاتب محاماه وبمرتب. ايوه بس الناس دي بقى عندها بيوتها واتجوزت وخلفت وعندها حياتها الخاصه اللي انت ما عملتهاش. انت بتحبيه قوي؟ اه بحب. خلاص انا هعيد نظر في الموضوع ده. تعيد نظر ازاي؟ هو اصلا عمره ما هيجي لنا تاني بعد اللي انت عملته معاه المره اللي فاتت. انت عايز انا اعمل ايه يعني؟ اكلمه في التليفون اقول له انا اسف تعالى اتجوز اختي؟ لا طبعا مش قصدي، بس انا كنت فكرت كده ان عيد ميلادك قرب وقلت ممكن اكلمه اقول له ان انا عامله لك مفاجاه وبعزمه على عيد ميلاد، منها هو كده مش هيحس ان هو جاي على كرامته وفي نفس الوقت انت مش مضطر تتصل بيه. خلاص اوكي. ايه ما قلتليش بقى ايه تاني؟ تقبل القضيه؟ انا اديتها معاد بكره عشان تقابلني. يبقى قبلت القضيه يا عمري. بس الواحد ساعات بيعمل حاجات كده ما بيبقاش واخد باله منها. اكل بقى ولا لسه هترغي؟ اتفضل طبعا من هنا والشفا. تعالى اعلمك. لا يا عم انا ماليش في المزيكا. على فكره المزيكا دي احلى حاجه في الدنيا صدقني. معاها هتلاقي نفسك بتعيش حاله تانيه خالص. خلود انا عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. عارف؟ طب هي ايه؟ جوازي من ليلى. بابا زعلان قوي من القصه دي. طب ما يزعل يعني، انت مش فارق معاك؟ انا لو شلت هم كل واحد هيزعل مني يبقى عمري ما هبقى فرحان زيك كده بالظبط يا خالد. على فكره انت فاهم اللي انا بعمله غلط. بالعكس انا فاهمك صح جدا عشان كده انا بحبك. بص يا خلوده، انت طول عمرك بتعمل اللي الناس عايزاه، طول عمرك عايش عشان تبسط الناس بس. حتى راوي مراتك اللي انت عارف ومتاكد ان انا لا بطيئها ولا عايز اشوف وشها ابدا. فاكر يا خلوده؟ فاكر زمان ماما لما كانت تقعد تغني لنا اغاني محمد فوزي؟ طبعا فاكر. على فكره بقى ماما كانت بتحبك اكتر مني. لا طبعا ماما طول عمرها بتحبنا احنا الاتنين زي بعض. هو بابا بص اللي كان بيعمل فرق بيننا. ولا يهمك يالا، انا وانت مفيش حد في الدنيا دي يقدر يفرق بيننا ابدا. ولا انت ما بتحبنيش يا دول ايه؟ أنا عمري ما كرهتك، طول عمرك كنت قريب مني. جايز أنا عمري ما قلتلك ده، بس أنت أقرب حد ليه؟ صممت اشوفك. عارفه ليه؟ عشان اقول لك ان انا مش هرتاح غير لما اشوفك خارجه من هنا على ظهرك، وحتى لو خرجت من هنا برضه مش هسيبك. اهدى بس يا حاج، مش كده. انا اللي مش هسيبك. عايز اقول لك انك مش هتشوفي يوم راحه بعد كده. انا بقول لك وانا عارف انا بقول ايه. اللي انت خايفه عليه ده مش مننا. شوفي بقى انت جايباه منين؟
الناس كلها هتعايره بأمه اللي قتلتي ابني عشانه. كل الناس هتعايره بسيرتك، ومش بعيد لو قتل نفسه. تعرف كويس قوي ان ده ابنكم، بس مش غريبة عن معدون هو يقول الكلام ده. مش حال ابنك كان عايزنا موته؟ انت هتعمل ايه؟ بس انا هقولك على حاجة، انا هعيش يا معداوي، هعيش وهربي ابني. مش بس كده، انا هخلي كل الدنيا تعرف ان هو ابن ابنك، وهيقولوا عليا ان انا مش غلطانة ان انا قتلت الراجل اللي كان عايز يموت ابنه. وهقولك حاجة كمان، انا هخلي كل الدنيا تشاور عليا انا ليلى، الام اللي عندها استعداد تضحي باي حاجة في الدنيا علشان تشوف ابنها لحظة بس في حياته. على فكرة يا معدوم، ما قتلتش ابنك، ابنك كان ميت أصلا. الإنسان اللي عايش عشان نفسه بس بيبقى إنسان ميت. اسأل مراته الأولانية اللي كان بيروح يزورها مرة أو مرتين في السنة بالعافية. أنا متأكدة إن هي لحد دلوقتي ما جات شافت إيه اللي حصل، ويوم ما تفكر تنزل هتنزل عشان تاخد الميراث بتاعها وبس، وهتمشي مش هتشوف وشها تاني. العذاب اللي هتشوفيه يا ليلى عمرك ما كنت تتخيلي انك تشوفيه. انا هخليك بايدك تطلعي ابنك من بطنك وترميلك لابس سكك، وتتمني انك ما كنتيش تقابل ابني ولا تتجوزي. عارف كويس قوي ان ده ابنكم، بس مش غريبة عن معدون هو يقول الكلام ده. مش حال ابنك كان عايزنا موته، انت هتعمل ايه؟ بس انا هقولك على حاجة، انا هعيش يا معداوي، هعيش وهربي ابني. مش بس كده، انا هخلي كل الدنيا تعرف ان هو ابن ابنك، وهيقولوا عليا ان انا مش غلطانة ان انا قتلت الراجل اللي كان عايز يموت ابنه. وهقولك حاجة كمان، انا هخلي كل الدنيا تشاور عليا انا ليلى، الأم اللي عندها استعداد تضحي بأي حاجة في الدنيا علشان تشوف ابنها لحظة بس في حياته. على فكرة يا معدوم، ما قتلتش ابنك، ابنك كان ميت أصلا. الإنسان اللي عايش عشان نفسه بس بيبقى إنسان ميت. اسأل مراته الأولانية اللي كان بيروح يزورها مرة أو مرتين في السنة بالعافية. أنا متأكدة إن هي لحد دلوقتي ما جات شافت إيه اللي حصل، ويوم ما تفكر تنزل هتنزل عشان تاخد الميراث بتاعها وبس، وهتمشي مش هتشوف وشها تاني. العذاب اللي هتشوفيه يا ليلى عمرك ما كنت تتخيلي انك تشوفيه. انا هخليك بايدك تطلعي ابنك من بطنك وترميلك لابس سكك، وتتمني انك ما كنتيش تقابل ابني ولا تتجوزي. صباح الخير. صباح النور. حد سأل عليا؟ لا. منى تعالي. ايه عملتي ايه؟ قابلت واحد من شغلنا عاملين هناك. طب تعالي تعالي ورايا. ها يا بنتي احكي لي ايه اللي حصل. ايه في ايه؟ ساكته ليه؟ ما تتكلمي. محدش عايز يقول لي اي حاجه. اول ما عرف اني جاي اسال على ليلى كل خد جم. طب وبعدين؟ مفيش، قلت لهم اني صحفيه واني مش هنشر اي كلمه مهما كان الا اذا كانوا هم موافقين، وان ده وعد مني. انت مين اللي جايبك هنا؟ انت بتعملي هنا ايه؟ انا هنا تحت التدريب. طب احسن لك بقى روحي اتدربي على اي شغلانه تانيه. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. مدام رجاء موجودة؟ اه موجودة. ده بقول لها محمد عبد اللطيف. طب حاضر، ثانية واحدة. ادخل. في واحد اسمه محمد عبد اللطيف بيسأل على حضرتك. اخليه يتفضل بسرعة. اوكي. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. اهلا اهلا يا محمد. ازيك يا مدام رجاء، عامله ايه؟ الحمد لله.
تشرب ايه؟ لا ولا حاجه الله يخليك، شكرا. ايه مالك انت مقلق كده ليه؟ على فكره بقى انا مش عايزه منك اي حاجه مش طبيعيه، انا عن نفسي مقتنعه ببراءه ليلى. والله دي كانت زي النسمه. بس انا سمعت كده عن محمد ان في ناس كتير مش بتحبها. هي مين؟ انا مقتنعه ان ليلى بريئه بس في ناس بتقول كده. والله ده كانت بنت حلال الله يسامحه بقى. طب هي ما كانش ليها اصحاب؟ ازاي بقى؟ ده كل الشركه كانت بتحبها موت. لا يعني قصدي ما كانش ليها اصحاب قريبين منها، حد انتيم ليها. يعني واحده بتبقى معاها على طول. انسه منيره هي اقرب واحده لها في الشركه. تمام يا فندم، تمام. الاقساط والاسعار. حاضر. ادخل، كل المعلومات هتكون جاهزه عند حضرتك في الميعاد. ماشي يا فندم، تؤمر حضرتك. ميرسي يا فندم، شرفتني. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. رجاء رئيس التحرير جريده الحقيقه. وانا مش عايزه اوجع دماغ. انا مش جايه اوجع دماغك ولا حاجه، انا عايزه اخد من وقتك بس نص ساعه. وانا مش عايزه اتكلم، وبعدين انتوا عايزين تكتبوا ايه تاني اكتر من اللي اتكتب؟ انا عايزه اتكلم في موضوع ليلى، مش يمكن يكون ليلى ليها حق؟ انا عارفه ان اغلب الناس مش بتحب الصحفيين، وانك انتي فاكره دلوقتي ان انا جايه اخد خبر واجري، لكن لا، انا جايه اتكلم في موضوع ليلى. ليلى دي لو ليها حق انا اقدر اقلب لها قضيتها قضيه راي عام، وانت عارفه كويس قضايا الراي العام بتعمل ايه والضغوط اللي عليها بتبقى عامله ازاي. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا مش هسالك في اي حاجه، انا هسيبك براحتك. عايزاكي تتكلمي معايا بس ارجوكي اتكلمي معايا بصراحه. وحضرتك هتنشري اللي بقوله من غير اضافات ولا حذف؟ ده وعد مني. وانا تحت امرك. نجوى يا نجوى. هي ليلى. نجوى مالك يا حبيبتي؟ بطني. بطنك مالها؟ اه في ايه مالك؟ اه مالك يا ليلى؟ ما تخضيش عليا، مش قادره. حاسه بايه يعني؟ اه يا نهار اسود. استني استني يا حبيبتي. يا شاويش يا شاويش، الحقنا يا شاويش، الحقنا يا شاويش، البنت بتفرفر. صوتي يا وليه منك ليها مخرب بيوتكو. يا شاويش يا شاويش، الحقنا يا شاويش. ازيك يا شمس؟ ايه مش هتقولي لنا اتفضل ولا ايه؟ اتفضل. مالك مخطوفه كده ليه يا شمس؟ ما كنتش عاوزانا نيجي ولا مش عاوزانا نيجي؟ معلش يا بهيره يا اختي، ما انا مش فاكره اخر مره شفتكم فيها كانت امتى. فدي معاكي حق يا شمس يا اختي، من زمان قوي فعلا. وانتوا ايه بقى اللي جابكم؟ اللي جايين نعرف فيه ايه واللي قريناه في الجرانين يا شمس. اللي قريتوه في الجرانين، ايه بقى اللي انتوا قريتوه في الجرانين؟ هو فيه ايه بس يا شمس؟ الا نيجي تاني وبهيره اللي عشان نعرف فيه ايه، واللي ايه اخره السهريه دي اللي سيرتنا بقت على كل لسان في البلد يا شمس. ما هي لما بقت سيرتكم على كل لسان في البلد جيت تشوف قرايبك اللي حصل لهم والدنيا عملت فيهم ايه، لكن لو كنا بنتحرق وبنتولى حتى بجاز ما كنتوش هتسالوا فينا عادي يعني، صح يا بهيره؟ لا مش صح يا اختي، الدنيا تلاهي ومحدش بيعرف الغلط الا لما المحظور يحصل، وانا بقول لك اهو كلتنا غلطانين. يا شمس اللاني لا جاي ادقق ولا اللي جاي حقق، اللاني جاي اعرف ايه اللي حصل واللاني ازاي اقدر اساعد. ادي لو انت عايز تفهمني انك جاي تقف جنبي ومش جاي تاخد روح البيت. يا شمس يا اختي ما ياخد الروح الا اللي خليها، بس الكلام كتر قوي في السهريه دي واللي انا عايز اعرف الحقيقه منك انت. كان متجوزها، والله العظيم كان متجوزها. اي نعم ما فيش اي حاجه تثبت ان هو كان متجوزها، بس اقسم لك بالله العظيم ثلاثه يا فارس كان متجوزها. واللي انا مصدقك يا اختي، مصدقك. مش قلت لك كده برضو يا فارس؟ ليلى لا يمكن تعمل الحرام، جاي يستغلط، لكن الحرام لا. صحيح يا بهيرة. إلا صح يا أختي، وأنا هتوه عن ليلى. ليلى دي بنت من بناتني، وبناتنا زي الفل الأبيض زي الجنيه الدهب، جايز يغلطوا، لكن الحرام حد الله بينا وبين الحرام. غلطنا غلطنا إن إحنا الجوازة ما أشهرناهاش وما أعلناهاش، بس كنت أعمل إيه؟ كنت أعمل إيه؟ مش مشكلة،
اللي يمكن يكون اللي حصل ده في طاقته خير يا اولاد. يا عالي يمكن ربنا عمل كده اللي عشان نعرف ان احنا عيله واحده وايد واحده واللي نتجمع من تاني. اللي انا مسؤول عن اللي حصل ده يا شمس يمكن اكتر مني، مسؤول عنه اللي لو كنت بسال عنكم وبودكم يمكن كان في حاجات كتير قوي اتغيرت. اللي انا مسؤول عن اللي حصل ده اللي ببعدي عنكم وباهمالي لصله الرحم اللي بيني. عندك حق، عندك حق يا فارس، عندك حق. اهدي يا اختي، اهدي، صلي على سيدنا محمد. صلي يا سيدنا محمد. تعالي يا اختي ريحي، كل حاجه هتبقى حلوه ان شاء الله. يا بنتي يا بنتي، حياه النبي، فارس كل اللي كان يهمه انه يطمن انها البت تمام التمام، ومن بكره باذنك يا رب اكبر محامين فيك يا مصر لا يقفوا يدافعوا عن البت ويجيبوا حقها تلت ومتلت كمان. اه يا دبو يا بهيره، يا دم البت. يا دمو مين اللي ده؟ لو حصل لا تربى السجن على اللي فيه ولا ايه يا بهير؟ الحمد لله على السلامة. ايه اللي حصل؟ اهدي اهدي بس اهدي، استريحي. تقلقيش، ده نزيف بسيط وانت الحمد لله زي الفل. ابني حصل له ايه؟ ما تقلقيش، الجنين بخير، استريحي. اهدي بس استريحي. لو عوزتي اي حاجه قولي لهم بس انا عايزه شاكيرا. اصل انا زمايلي هنا مسميني شاكيرا، كمان يعني بحب الرقص وكده. ماشي؟ انا اديتك حقنه دلوقتي عشان تريحك وتنامي شويه. اه صح، وكنت هنسى، البنات كلهم كانوا عايزين هم اللي يبقوا معاكي، بس انا قلت لهم لا، انا اللي هبقى معاها وانا المسؤوله عنها. ما تقلقيش، ما تقلقيش على الجنين اللي في بطنك، انا حريصه عليه اكتر منك. بس انت حبيتني بسرعه قوي يا يوسف، عارف انا حاسه كده ان انت كنت عامل حسابك فيه من ايام ان انت لازم تحب اي واحده تقابلها، واول ما تشوفها هتشوط على طول. اللي يشوفك ما ينفعش ما يحبكيش. لا ده كتير قوي. هي دي الحقيقه. بليز بقى قولي كلام معقول، بلاش تقولي اي كلام. والله الكلام ده معقول، بس انا غريبه قوي. انت راجل متجوز وانا عارفه حاجه ذاتي كويس قوي، ومع ذلك كل مره بقرب لك اكتر. اتجوز ايه اللي راجل؟ ده جواز مصلحه بامر ابويا يعني. الحقيقه بقى ان انا لا بحبها ولا هي بتحبني. احنا متجوزين بعض بس عشان العيال، انا بشوفها مره في السنه وما ببقاش عايز اشوفها اصلا. لما تسيب؟ ما ينفعش اسيبها، في مصالح كتير قوي بين ابوها وابويا. مصالح؟ طب وانا حياتي هتفضل مرهونه على المصالح دي لحد امتى؟ يعني يعني لحد امتى مش هينفع الناس تعرف ان احنا هنتجوز؟ هو انت شايفاني وحش قوي كده؟ لا يا يوسف انا مش شايفاك وحش. بصي يا ليلى، انت كل مره بنقعد فيها بتعملي الحركات دي وتقعدي تنكدي علينا على الفاضي. هما كلمتين يا بنتي. انا فهمتك موقفي كويس وقلت لك انا عامل ازاي وظروفي عامله ازاي. في خلال سنه هنكون متجوزين صدقيني. بس انا بقى ماما مش هتوافق على الكلام ده. ولا اخليها توافق. انت مش عايز تسمعي الكلام ليه؟ اسمعي الكلام بدل ما ارميكي في الميه. حقنة ايدي؟ ما تخافيش، دي حقنة فيتامينات بس، عشان من الواضح انك ما كلتيش حاجه بقالك كتير، ضعيفه قوي. على فكره حالتك النفسيه دي ممكن تضر الجنين. انا عارفه ان انت شايله كتير ومتضايقه ومستحمله حاجات كتير قوي، بس مش كده. بصي كده ليه؟ انت شايفاكي مهتمه بيا قوي انا وابني. ما هو اصل انا متجوزه بقالي 4 سنين ولسه ما خلفتش لحد دلوقتي. اسفه قوي. لا لا اسفه على ايه؟ انا بس عايزاك تعرفي ان انا اكتر واحده حريصه على الجنين اللي في بطني ده. سبحان الله. ايه؟ ابوك انا عايز اموته، وانتي مفيش بينك وبينه صله عايزه تحافظي عليه. شوفي يا ليلى،
النعمة دي ربنا بيديها للإنسان عشان يحافظ عليها، ولو حافظ عليها بيعيش حياته سعيد، ولو ما قدرش يحافظ عليها بيفضل تعيش طول عمره. وده كان اختبار من ربنا عليا. والله كان اختبار من ربنا ليا وليكي. ربنا وهب للطفل اللي في بطنك ده الحياة، مش من حق أي حد تاني ياخدها منه غير اللي خلقه. وصدقيني أنا متأكدة إن لو حد حاول يأذيه ربنا مش هيسيبه. أنا متأكدة، أنا والله ما كنت عايزة أموته ولا كنت عايزة منه أي حاجة. أنا كنت كل اللي عايزة إن هو يسيبني في حالي بس يعترف بابني. حتى فلوس ما كنتش عايزة منه فلوس، والله ما كنت عايزة. هقول لك على حاجة، أنا وجوزي قعدنا سنين نحلم بالخلفة، كان نفسنا في ولد أو بنت. أنا كان نفسي أخلف توأم أوي، بس أنا جيت في مرة وحملت بس ربنا ما قررش. كنا نقعد أنا وجوزي كده ونكلمه وكأننا شايفينه، فجأة راح. أنا حاسة بيك يا ليلى، حاسة باللي أنت عملتيه. صدقيني أنا لو مكانك كنت هعمل أكتر من كده. هي دي كل الحكاية من أولها لآخرها. البت أصرت وأنا كنت رافضة، وهو كان قادر يقنعها كويس قوي. وبصراحة أنا كنت ميالة له بس ما تسهلتش، بس برضه رفضي كان مايع. زي ما تقول كده عايزة أقول له آه، وهو حس بده واستغل ده كويس قوي. واللي ورقة الجواز اللي هم كتبوها دي راحت فين؟ كانت معاها في الشقة، والشرطة راحت تجيبها وما لقتهاش. هو ده كلام برضك يا أختي؟ عارفة يا أختي إن أنا كنت غلطانة، بس كمان ما كنتش أعرف إن كل ده كان هيحصل. خيبة خيبة، ما هو الواحد ما يعرفش اللي لازم يعمله إلا لما الخيبة تحصل. ما تزعليش مني يا أختي، أنا صريحة واللي في قلبي على لساني. مفيش ست عقل في الدنيا دي كلها تجوز بنتها الوحيدة بالطريقة دي. ليه؟ هي كانت معيوبة ولا معيوبة لا سمح الله؟ دي ليلي بنت الأصل والفصل والعيلة الكبيرة. العيلة الكبيرة؟ عيلة عيلة عيلة، كنت فين يا عيلة الكبيرة لما سبتوني أنا وبنتي لوحدنا كده؟ ما فكرتوش كده ترفعوا سماعة التليفون وتكلفوا خاطركم وتشوفونا إذا كنا عايشين ولا ميتين؟ تعرف معاش أخوك كان كام؟ كان 600 جنيه، 600 جنيه وأنا معايا عيلة صغيرة، عيلة صغيرة لازم أدخلها مدارس، وأدخلها جامعة ومدرسين وأكل وشرب ولبس وعلاج، وإيجار بيت مفروش ومية ونور، كنت هجيب ده كله منين؟ كنت فين وأنا بلم من هنا ومن هنا؟ طول عمري كنت عايشة مع أخوك وأنا كافية خيري شري وراضية، ما كنتش عارفة إنه هيسيبني في الدنيا دي لوحدي وأنا ما بشتغلش، فجأة كده لقيته سابني لوحدي ولازم أكون مسؤولة. خلاص يا شام، من النهاردة ما أنتيش لوحدك يا بنت عم، أنا معاك وفي ظهري. أنت عندك حق يا شمس، عندك حق في كل اللي بتقوليه واللي محدش يقدر يلومه، بس يا جماعة إحنا لازم نشوف حل في الثيرية دي بأسرع وقت ممكن. راحت صاحبتها منيرة للشغل بتاعها علشان تقوم لها محامي كويس للقضية يا أخويا. بس خلاص، يبقى نروح له بكرة على طول يا بهير. يا شيخ نبي يا أخويا ما تسيبني لوحدي، الله يخليك. أسيبك ده إيه؟ ما تخافيش يا أختي، وكتاب الله ما هروح لداري ولا عيالي إلا لما البت ترجع صخ سليم بيتها بألف سلامة. يا رب يا رب تلتو بينا يا رب. إن شاء الله خير. ها ايه الاخبار، وصلت لايه؟ لسه ما وصلتش لحاجه. يبقى انا حسدتك. تقرير الطب الشرعي والتحريات زائد اعتراف ليلى مخلي موقفها وحش قوي. احنا هنشتغل على حالة اثبات حق الدفاع الشرعي، بس بيني وبينك بقى هي غلطانه من الاول. ليه؟ كان لازم ترفض. مش فاهمه قصدك ايه. كان لازم تصمم ان الجواز يبقى رسمي، بدل ما تيجي النهاردة وتدافع عن حق ابنها كانت تدافع عنه من الأول. كلامك مظبوط برضو، موقفها صعب قوي جدا.
بس حرام ليلى، ممكن برضو يبقى معاها حق. بس انت عارفه كل ما كانت القضيه صعبه ومستحيله لازم يبقى عندك يقين ان انت ممكن تقدري تحليها. اهو ده بقى الفرق بين الستات والرجاله. يعني ايه؟ يعني انتوا دايما شايفين الممكن على انه مستحيل، لكن احنا بقى شايفين المستحيل على انه ممكن. يا سلام. تقصدي ايه؟ يعني الطبيعي انها تحاول تحافظ على الولد اللي في بطنها، مش انها تقتله وتنزله. ده احنا حتى في كلامنا العادي بنقول ايه؟ بنقول معقوله ام تقتل ابنها؟ معقوله ام تنزل ابنها من بطنها؟ هو ده الطبيعي يا متر. يعني انت لو كنت مكانها كنت هتعملي زيها؟ تعرف انا قريت كل اللي اتكتب عن القضيه من ساعه ما اهلها طلبوا منك انك تمسك القضيه دي. عارف انا لو كنت مكانها كنت عملت ايه؟ ايه؟ كنت فجرت الراجل ده. لو كان حد حاول يلمسني او يجي جنبي وانا حامل او ياذي الجنين اللي في بطني كنت قتلته. انا كنت قطعته 100 حته وحطيت كل حته فيه في مكان. يا انتوا ستات دمويين قوي. احنا مش دمويين ولا حاجه، احنا بنحافظ على سر الحياه. ليلى كانت بتحاول تحافظ على ابنها اللي في بطنها حتى لو ادى بينا الامر للقتل. جوزها هو اللي دموي، هو اللي حاول يقتل الولد. انا مش عارفه القانون ازاي ما بيحكمش بالاعدام على اللي بيحاول يجهض الجنين من بطن مامته. ازاي؟ هو ده مش روح برضو ربنا خلقها ولا ايه؟ كان هقبل القضية دي. عارف لما كنتش قلت كده؟ كنت رحت انا لاهل ليلى وقلت لهم انا اللي هترافع عنها. ليه؟ عايزة تاخد اعدام ولا ايه؟ انا مش هنكر اني حبيته. حبيته قوي كمان. صحابي بتاع زمان ده واحنا صغيرين. الحب اللي احنا تخيلنا لما يحصل لنا تبقى كل حاجه زي الفل. عارفين النوع ده من الحب. مشكلة ما كنتش اعرف ان في حب تاني. محدش حكى لي الحب حاجه تانية خالص. حتى ماما عمرها ما اتكلمت معايا عن الحب. مع ان علاقتي بيها كويسه قوي. كل حاجة بنعملها مع بعض، قاعدين مع بعض في البيت، بننزل مع بعض، باختصار يعني ملناش غير بعض. عمرها ما كلمتني عنه وكأن الكلام في الحب حاجة محظورة. اه بس كونه انه يطلع ندل دي مش غلطتك. الغلطة ان انا سمحت لنفسي اني اظلم نفسي. ليه وعشان ايه وعشان مين مش عارفة. عارفة امتى كان المفروض اضحي؟ لما هو كمان يبقى عنده استعداد انه يضحي عشان. هو مستحيل. أناني قوي. كان بيتحاشى أي حاجة تضر مصلحته أو شكله قدام الناس. وأنا زي العبيطة. أي حاجة يقول عليها أقول له حاضر. وأنا ممكن أسألك سؤال؟ أه طبعًا. هي الفلوس كان ليها دخل في الموافقة صح؟ لا والله أبدًا، أنا كنت كل اللي عايزينه هو يبقى معايا وبس. بس أنتِ إزاي تتجوزي واحد متجوز؟ ما ده اللي هيجنني بقى. كنت كل ما اخد راي حد يقول لي لا طبعا اوعي تعملي كده في نفسك. انا الوحيده اللي كنت شايفه ان الموضوع عادي. شكلك بتحبيه قوي. قوي. هو كان قادر يخليني انا اشوف الدنيا من غيره ولا حاجه. هو عنده القدره على ده. معقول يكون نسي؟ يعني في ايه يعني ما ينسى يا ليلى؟ اكيد عنده شغل كتير ومقابلات، حاجات تخليني مش فاكر حتى النهارده ايه في الايام. يبقى هيفتكر عيد ميلادك يعني. كان بيعمل حاجات تخليني مش عارفه افكر. وكانه بيعمل لي غسيل مخ. كان بيدخل جوايا واحدة واحدة وكأنه عارف كويس انه بيخليني احبه. كان بيتفنن فيني ما انساهوش. يا
نبقى شطرة ليه ليلى من جوه؟ ما عندناش حد بالاسم ده، من فضلك بقى تعرفنا يا ليلى. ده يوسف يا ماما. اهلا اهلا وسهلا يا يوسف، اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير. انا اسف ان انا جاي في وقت مش مناسب يعني، بس انا بصراحه كنت عايز اعملها مفاجاه. انا اسف، معلش. كل سنه وانت طيب. ما انت فاكر اهو ليه سايبني عمال افكر يا ترى نيسي ولا فاكر؟ ليلى. لا طنط سيبيها. انا بصراحه كنت قاصد. طب اتفضل يا حبيبي، تعال. على فكره انت صديق قوي. ولا صديق ولا حاجه، انا بحبك بس مفيش حاجه. معلش يا طنط، انا مضطر امشي، عندي شويه مشاوير. انا اذنك. صحيح. بصي في حاجه هناك كده هتلاقيها مكلكعه كده، غالبا فار، خلي بالك منه. في حاجات كتيرة قوي واضحة قدامي كانت بتبين لي مش حقيقي، بس أنا كنت رافضة أصدقها. الأنانية شديدة في كل حاجة، كل حاجة. رفضوا في إن أنا أعزم أعز صحاب ليا في أي مناسبة بيني وبينه، رغم إنهم كانوا عارفين إن إحنا متجوزين. هروبي. هروبوا مني قدام أهلي لما يشوفهم في أي حتة. كل ده كان بيوجعني قوي قوي، بس هو كان بيقدر يبرر أي حاجة. أنا كنت زي الحمارة بصدق. أنت ليكي أخوتي يا ليلى؟ لا. طب والدك عايش؟ يا ريت. بابا لو كان عايش كان قادر يمنع كل اللي حصل. بس محدش يقدر يمنع القدر يا ليلى. لا انا هقوم بقى، احسن القعده معاكي كده هنفضل قاعدين للصبح ومش هنشوف المرضى اللي بره دول. تمام، يلا انا هروح لهم بقى. سام بجد ميرسي قوي على قعدتك معايا، والله مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. اخسى عليك يا ليلى، ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك البنات بره هيموتوا ويقعدوا معاكي عشان يعرفوا قصتك ايه. اصح نسيت اقول لك، الدكتور بكره كاتب لك على خروج لو حابه، بس لو انت مش حابه انا ممكن اقول له ان انت تقعدي يومين كمان، ايه رايك؟ او النبي انا مش عايزه ارجع الزنزانه دي تاني ابدا. طيب عدي الجمايل بقى. ها حبيب. يلا عن اذنك. معايا كده شوية، مالك؟ صحصحي. ايوه حبيبي، والله كنت لسه هكلمك. يا ابني هتكلمني ازاي وتليفونك مقفول؟ تليفوني انا مقفول؟ صحيح، ده قطع شحن، لسه كنت هشحنه واكلمك. طب تحب نخرج؟ نخرج؟ لا هسيبك، انا اجي لك وقت تاني. يا عم سيبك بقى من موال الحزن اللي انت فيه ده، خلاص يا صاحبي، اللي مات مات. اللي مات مات؟ انا لو سمعتك بتقول الكلام ده تاني هزعلك. طب هقول لك على حاجه، تصدق وتم بمين؟ بالله يا عم. عارف يوسف؟ لو هو اللي عايش وانت اللي ميت، والله ما كان نزل دمع عليك. طب وسع بقى. سبحان الله عليك وعلى زربنتك. ما تبقاش زربون. انا اقول لك تاني يا راجل. يا عم ما تبقاش زربون، اسمع الكلام.
مجنون. يا لولو 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 يا حبيبتي الروح يا حبيبتي القلب يا حبيبتي العيب على مهلك اوبا على مهلك اوبا اتفضلي يا لولا اتفضلي من بعيد لبعيد على مهلك يا لولا. فكر يا ابني بدل ما تقعد تستلف وتتدين. يا ستي سيبينا نستلف. الله، هو الواحد بيعيش كام مره في حياته؟ لا هنعيش كتير، بس لما نتدين مش هنعيش خالص. بقول لك ايه ميرفت، ما تكلميش في الموضوع ده خالص، انا هتصرف. ماشي، على اساس ان الرجال قوامون على النساء بما انفقوا مش كده؟ اه طبعا. ماشي يا سيدي، والله العظيم اللي يشوفك كده يتخدع فيه. اه شفت البدله مع الساعه الجديده عشان تعرفي ان الناس مظاهر. تقصد ايه بقى بالناس مظاهر دي؟ لا ما اقصدش، بس يعني نفسي اخوك عماد كده ما ينساش انه كان افقر مني في يوم من الايام. لا من الجهه دي ما تقلقش، انا دايما بقعد افكره. انا مش عارف ليه هو بيعاملني كده ليه. انا ما اعرفش، انت لحد دلوقتي مش فاهم ان عماد مش اللي ضايقه يعني ان انت معكش فلوس ولا حاجه، هو بس مش واثق ان انت طموحك هيوصلك اللي انت عايزه. يا سلام، وهو يعني اللي واثق ان هو كان هيبقى كده دلوقتي؟ ما هي دي مشكلته. مفيش مشكلة، بس أنا عايز أقولك حاجة، إن هو فاته حاجات كتير قوي عشان هو متصربع على الدنيا، لكن أنا بقى مش عايز يفوتني أي حاجة، عايز أحب وأتحب وأتجوز وأخلف ويبقى عندي أجمد مكتب في مصر. إيه حيلك حيلك، كل ده؟ أنت فاكر إن الدنيا هتديك كل ده ولا إيه؟ وليه لأ؟ لأ طبعًا، عشان الدنيا ما بتديش كل حاجة. لا لا معلش، اطمني بقى، مع العبد لله هخليها تديني كل حاجة. يلا بقى تعالي اقعدي عشان عايزك في موضوع مهم. اتفضلي يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ما تقولش، أنا ساكتة كل ده وفاكرة إن أنت ناسي أصلاً. ناسي إيه؟ معقول الكلام ده؟ هنسى عيد ميلاد حبيبي؟ حبيبي؟ طب بذمتك عماد افتكر؟ بصراحة لأ. شفتي بقى؟ عشان تعرفي إن أنا هدية من السما، فلتة، فلتة. طبعاً يا حبيبي. أنا بس كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده. أنت ناوي تعمل إيه يعني؟ قول لي إيه اللي في دماغك؟ أنا إن شاء الله ناوي أفتح مكتب. طب وتفتح مكتب ليه؟ ما تشتغل مع عماد وهناك في شغل كتير وهيخش لك فلوس كويسه قوي. لا لا انا اشتغل عند اخوكي عشان هو اللي يصرف علينا. يصرف علينا ازاي يعني؟ انت هتبقى بتصرف على نفسك وعلينا، انت فلوسك دي هتجيبها من مجهود. ماشي، ما انا بشتغل عند مين؟ عند اخوكي، يعني هو اللي بيقبضنا وهو اللي بياكلنا. لا ده انت معقد بقى. اه في الحته دي معقد ومعقد شويتين كمان. يا ساتر يا رب. اه طب يا سيدي فتحت مكتب، هتاخد قد ايه وقت لحد ما المكتب ده يتعرف ويجي لك زباين؟ ايه ده ايه ده؟ انت ناوية تتجوزيني لما المكتب يتشهر ويجي لي زباين؟ لا ما اقصدش طبعا يعني. طب بصي بقى، انا اول ما افتح مكتب انا احدد ميعاد مع عماد اخوكي عشان اتقدم لك فيه. طب ومتطلبات الجواز وكده يعني هتعمل ايه فيها؟ كويس ان انت فتحت الموضوع ده. انا بالنسبه لي ميرفت مش هجيب اي متطلبات غير اللي اتفقنا عليها. اه مش ناوي ادفع فلوس في اي حاجه انا شايفها ملهاش لازمه. مش عارفه يشوفك كده يقول عليك بخيل بصراحه اللي يسمع كلامك، بس اللي يشوف اللي انت بتعمله معايا جاي النهارده وصارف كل ده علشان خاطر تبسطني انت محير. بص يا ميرفت، انا اقول لك الحقيقه، انا مش بخيل بس برضه مش عبيط، يعني انا مستعد ادفع كل اللي معايا عشان اجيب حاجه نستمتع بيها وتتبسطي وتبقي مبسوطه، لكن مش هجيب حاجه عشان الناس تقول ده جلال ده جامد. لا وانت شايف يعني ان انا بفكر كده؟ انا عشان عارف ان انت دماغك شبه دماغي انا متمسك بيكي موت. انا افتكرتك هتقول عشان بتحبني فانت متمسك بيا. لا ما انا عشان واثق في دماغك فانا بحبك وموت كمان. اشربي ايه؟ طب ناكل الاول بقى. اه ده انت داخله على طمع بقى. ايوه طبعا. ماشي. شفت مش قلت لك بخيل؟ يا متر بص يا ميرفت، انا اقول لك الحقيقه، انا مش بخيل بس برضه مش عبيط، يعني انا مستعد ادفع كل اللي معايا عشان اجيب حاجه نستمتع بيها وتتبسطي وتبقي مبسوطه، لكن مش هجيب حاجه عشان الناس تقول ده جلال ده جامد. لا وانت شايف يعني ان انا بفكر كده؟ ما انا عشان عارف ان انت دماغك شبه دماغي انا متمسك بيكي موت. انا افتكرتك هتقول عشان بتحبني فانت متمسك بيا. لا ما انا عشان واثق في دماغك انا بحبك وموت كمان. اشربي ايه؟ طب ناكل الاول بقى.
ده انت داخله على طمع بقى. ايوه طبعا. ماشي. شفت مش قلت لك بخيل؟ يا مت. بقول لك ايه يا بهير؟ انا مش هقدر اقعد هنا اكتر من كده. انت عارفه الارض لوحدها في البلد ولازم حد يرعاها، واللي انا بقالي هنا ياما. ولا يهمك يا اخوي، سافر انت بالسلامه وانا هنا بدالك. اللي مش عارف يا بهيره، حاسس كده اني متقصر واللي تعبان حبتين. انا زعلان من نفسي قوي يا بهيره، حاسس اني كان لازم اطبق في ضماره رقبه البت دي ولا اطلع روحها في ايدي. اللي بس برضه الكلام اللي انت تقوليه فيه شيء من المعقول. اني هجيب لك من الاخر وهكون صريحه معاك، اوعى تفتكر اني مش جوايا بيغلي، لا ده اني جوايا بيغلي نار، بس مش من البت ليلي، من اللي ظلمها. احنا اللي مش عايزين نشوف الحقيقه. البت نضحك عليها واحنا اهلها، ايه نسيبها في الشارع نرميها ولا نقف جنبها؟ داني اخد حقها من عين اللي ظلمها، وبعد كده اعمل فيها اللي يلد على دماغي. ان شاء الله حتى علقها من شعرها كده في ميدان عام. ومش عايزين نعمل الغلطه اللي غلطناها قبل كده يا اخوي، وسيبنا الولايه لوحديه ودي النتيجه. ما انت اللي طول عمرك بتكرهيها يا بهيره. بكرهها، كانت شايفه نفسها عليا وفاكره نفسها انها احلى مني. فاكر لما كانت بتيجي مع المرحوم جوزها وتتنك كده عليا، فاكره نفسها بنت انصل الوز ليه على ايه؟ بس اللي هي في حاجه، وان يكون اني اكرهها او احبها حاجه تانية خالص. لا راجل يا بنتي يا بهريري. راجل؟ راجل ده ايه يا راجل؟ اما الاتنين اللي جايبهم لك زي الفل في البلد دول ايه؟ قوامتي ولا قوامتي؟ لسه صاحية؟ ما نبتيش ليه؟ النوم مش عايز يجي يا بهيرة. لا يا أختي، أنت لازم تنامي كويس وتتغذي كويس، عشان البت لما تشوفك تحس إنك قوية ووراها كده في ظهرها، عشان هي تهدى وتفكر وتعرف تاخد حقها من اللي ظلمها. ما تسيبنيش يا بهيرة. أسيبك إيه يا ولية؟ ده أنا سايبة داري وحالي وقاعدة معاك أهو. والله يا اختي كانت متجوزاه، انا مش بكذب عليك، عارفه لو هي ما كانتش متجوزاه انا اللي كنت قتلتها. مين ده اللي يستجري يمس شعره من شعر ليلى؟ ايه رايك بقى ان ليلى انا بحبها زي بنتي تمام؟ صحيح انا كنت مقيره منك شويه، بس يلا المسامح كريم يا ولي. ما تسيبنيش يا بهيره، انا مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. هسيبك ايه بس؟ فارس مسافر يطل على الارض وعلى العيال، واني قاعده معاكي ان شاء الله مليون سنه، هقعد معاكي لحد ما البت تخرج من ازمتها وترفع راسها قدام ناس كلتها، وبعد كده هاخدها عندي في بيتي اكلها واشربها من خير اهلها عشان تربرب كده. مش عارفه اقول لك ايه يا بهيره. يا اختي لا تقولي ولا تعيدي، قومي اعملي لنا فنجانين قهوه حلوين كده عشان نعرف نتحدد مع بعضينا، عشان نشوف هنعمل ايه. على فكره أنا لازم أروح للبيت عشان تحس إن أهلها وراها وإنهم ساندينها، وكمان لازم نكلم المحامي نشوف عمل إيه، مش هو المفروض يكون راح لها؟ طيب سيبي ترتيب الحاجات دي كلها علي، صحيح أنا فلاحة لكن قروبة. ما تقلقيش وحياة النبي، كل حاجة هتبقى 100 فل و15 كمان. شوف الولية، عمال أقول لك عايزة أشرب فنجان القهوة وأنتِ مطنشة. سامحيني يا بهير يا اختي. سامحك يا اختي، ده احنا اهل. مين بقى يا ولي؟ عايز اشرب القهوه انا في حيطي. انا كنت قلت الذوق معاكي قوي. عادي يعني، ايه الجديد؟ قومي يا اختي ما دام ضحكتي كده، اعمل لنا فنجانين القهوه، ولو مستكتره انا اعمل لك القهوه واجيبها لك لحد عندك كمان. انا اقوم اخدمك بعناية يا حبيبتي. لا يا اختي مش عايزه عينيك، انا عايزه فنجان القهوه. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي يا اختي. رجع الولاية يا رب.
ايه يا منير؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مش هتتعشي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مخرجه هدومك كده ليه؟ مفيش يا ماما، انا بس حاسه ان كل اللبس ده ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو اللبس ده مش انت لسه اللي جايباه من شعر؟ ايوه يا ماما، بس خلاص كله قصير وضيق وحاجات نص كم، ما بقاش يناسبني. ما بقاش يناسبك؟ هو انت اللي اخترتيه ولا حد اختارهولك؟ جرى ايه يا ماما؟ هو انا مش من حق اختار لبسي فعلا ولا هو كلامه خلاص؟ خلاص يا بنتي، انا رايحه اعمل العشاء. مين قال ان احنا احرار وان لينا حق الاختيار؟ كل حاجه في حياتنا قدر ونصيب، احنا ملناش الحق في اختيار اي حاجه، لا اسامينا ولا اهالينا ولا حتى اللي بيحصل لنا. وخلي بالك يا منيره، الدنيا ما تتامنش، الخطر ممكن يبقى جنبك وانت مش شايفاه. حتى نور، مش يمكن هو كمان كذاب؟ ايوه طبعا ممكن، مفيش حاجه في الدنيا واضحه او اساسيه، انت لازم تعملي حسابك وتاخدي بالك. الموت يا منيره، الموت ممكن يجيلك فجاه، يعني انت ممكن تموتي دلوقتي، هتعملي ايه؟ بعدين الموت ده حاجه فظيعه، ده متر في متر، بعد اللبس والاكل والطموح والجوز والعيال، موت يعني فناء، يعني كله ملوش اي لازمه. لا ده من الواضح بقى ان القضيه دي هتاخد وقتك كله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لا مش للدرجه دي يعني. مش للدرجه دي؟ ده للدرجه دي واكتر كمان. انت عارف انت بقالك قد ايه قاعد كده؟ كتير مش كده؟ كتير قوي. عملت معاها ايه النهارده؟ تمام. انت عارفه ان انا افتكرت كلامك اللي انت قلته لي وانا نازل لعندها؟ بجد؟ اه. الكلام اللي انت قلتيه انك مستعده تقتلي اي حد يقرب من ابنك. ايوه انا قلت كده. هي كمان قالت نفس الكلام. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ بغض النظر عن الجريمه وانها حاجه صعبه قوي ان حد يقتل حد، الا لو كانت فعلا في حاله دفاع عن النفس زي ما هي قالت، لكن انا حاسه ان انا معاها ومعجبه بيها قوي. انا كمان معجب بيها قوي. ده الحكايه كبرت يا متر. قولي انت عملتي ايه مع جلال؟ ازي قبلك تاني؟ ما هو عارف عنوان المكتب، وبعدين ده قابلني مرتين قبل كده وانا قلت له كل طلباتي. لا اصل هو المره دي يعني عايز يحدد ميعاد الجواز عشان هو خلاص هيفتح المكتب ان شاء الله. الجواز؟ انتوا اتفقتوا خلاص؟ ده هتقف وشي يا متر ولا ايه؟ أكيد لأ. خلاص طالما أنت مبسوطة، بس لازم ينفذ كل اللي أنا عايزه. يا عماد سيبني أعيش الحياة اللي أنا عايزاها، سيبني أجرب الدنيا، محدش بيقدر يضمن كل حاجة ولا حد يقدر يمنع حاجة إنها تحصل. المهم إن أنت تشوفني مبسوطة، مش هو ده اللي نفسك فيه؟ ميرفت أنا خايف عليك، الجواز مش لعبة، أنا عايز أضمن لك حياة مناسبة مستقرة. أنت ضمنت لنفسك حياة مناسبة؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان احنا دايما بنطلب من غيرنا اللي احنا ما نقدرش نعمله، بنطلب المستحيل ونستنى ان غيرنا هو اللي يحققه. تخيل نفسك كده، لو نفسك تتقدم لواحده جدا، حط نفسك مكان جلال وما عندكش غير المكتب، وحد جاي يقول لك اضمن لي بكره كمان، هتبقى مبسوط؟ عارف انا بحبك وبموت فيك. ليه؟ ليه؟ عشان صراحتك دي، ربنا يخليك ليا. استني. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، انت فاكر؟ يا حبيبي ربنا يخليك ليا. ميرسي. وانت طيب. ليلى عز الدين المحمدي، 25 سنة، خريجة ألسن، وحيدة، متهمة بجريمة قتل يوسف المعداوي، تتهم
بأنه حاول قتلها أثناء محاولة إجهاضها. أمر الإحالة طلع من نعمة، الحمد لله كويس، معقول أوي بالنسبة لنا، كل حاجة ماشية تمام، ربنا مسهلها. قولي لي أنت مش ناسية أي تفصيلة حتى لو كانت صغيرة يعني وعايزة تقولها لي؟ ما فيش أي حاجة عارفاها ما قلتهالكش. طب قولي لي، هو مين اللي جاب المحامي اللي كتب ورقة الجواز؟ يوسف اللي جابه، أنا حتى اسمه مش فاكرة. أنت متأكدة إن الورقة كانت عندك ولا في مكان تاني؟ لا لا طبعا متأكدة، كان عندي في شقتي، أنا كنت حطها في الدولاب بتاعي، بس على فكرة هو كمان كان عنده نسخة، فطالما نسختي اتسرقت أكيد نسخته لسه متشالة. طب أنت فاكرة هو شايلها فين؟ أكيد في مكتبه أو أو إيه، قولي. في شاليه العجمي. العجمي؟ أيوه، هو عنده شاليه هناك، كان دايما بيشيل الورق الخاص بيه هناك عشان كان عايز يعمل بيزنس من ورا بابا. طيب ممكن تديني العنوان؟ أستاذ عميد. أفندم. أنا بشكرك على اهتمامك قوي. لا لا، ده شغل يعني، ده العادي. حتى لو ده العادي بالنسبة لحضرتك، هو مش العادي بالنسبة لي. أنا كنت خلاص قربت أفقد الأمل إن حد يقف جنبي. على فكرة في حد هيجي يزورك النهاردة، هو ساب كل حاجة وراه وهيقعد في مصر عشان يتابع يعني القضية توصل لحد فين. ده مين؟ لما يجي هتعرفي. قولي لي بقى، فين في العجمة؟ العجمة من هانوفيل. الهانوفيل نمرة 25 على البحر. 25 على البحر. على فكرة تقرير الطب الشرعي الخاص بيكي طلع أثبت إن في كدمات متفرقة في الجسم وخاصة في منطقة البطن، وده في صالحنا. وفي نفس الوقت تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة يوسف أثبت إن في طعنة في الجانب الأيسر. والد يوسف استلم الجثة النهارده وهاتفنا. المعداوي؟ الراجل ده بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يصدر حكم عليكي بالإعدام. عارفة. وانتي مش هتستسلمي، مش كده؟ ربنا يسهل. صباح الخير. صباح الخير يا هنا. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا والله يا ست هنا. مع ان انا متصله وقايله ان انا جايه، واضح ان مفيش حد عايز يشوفني. ممكن تعمل لي قهوه؟ حاضر يا هنا. ايوه يا بابا. انا وصلت. تخيل ما لقيتش حد هنا، محدش في دماغه حاجه، هو يعني يوسف كان هيجيبه من بره؟ ده حتى محدش فكر يسال عليا وصلت ولا لا، ولا يجي ياخدني من المطار. لا لا لا، اقعد ايه، انا هشوف الامور هنا ماشيه ازاي واخلص المواضيع اللي ورايا واخد اول طياره وارجع على طول. ماشي بابا، سلام. سيد. افندم يا هنا. هو خالد فين؟ والله ما عنديش فكره يا هنا. وراويه تقريبا في الشركه، انا سمعتها الصبح وهي بتقول انها هتطلع لهناك. طبعا هي اللي زي دي تضيع وقت ابدا. يو عليك يا شمس، يا وليه اتاخرنا، انت بتعملي ايه كل ده؟ بلف لها السندوتشات وهناخد تاكسي وهنوصل على طول ان شاء الله. يلا يلا. حاضر حاضر. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا اختي يلا. منيرة، بقول لك ايه، عايزك تجهزي الملف بتاع مدينة النور الجديدة. مالك في ايه؟ حاضر. اختاري لك بنت من السكرتيرة تبقى معاكي على طول. حاضر. تقدري تجهزي امتى؟ ساعة بالظبط. تمام. بس بقول لك ايه، في بنت في دماغك ولا؟ الله، ولا لسه هتفكري؟ لا لسه هفكر. بسرعة بسرعة. حاضر.
قلت لك ادخل؟ انا جبت القهوه لحضرتك زي العاده. ايه زي العاده دي؟ هو انا بلعب معاك في الشارع؟ اتفضل اطلع وما تخشش الا لما تخبط، وما تجيبليش القهوه غير لما اطلبها منك، فاهم ولا لا؟ اسف يا فندم. اتفضل. استنى. انزل هات لي خط جديد بسرعه. حاضر يا فندم. بسرعه. حاضر. ليلى يا حبيبتي يا بنتي. وانتي كمان، وانتي كمان يا دنا امي. في عيب امك بهيره يا اختي، تعالي يا روح امك تعالي. انت بتبصي لها يا اختي هتاخدي الامر منها، تعالي. تعالي يا دناي. صغيره على الخيبه دي. كبدي عليكي، كبدي عليكي يا بنتي، كبدي عليكي. اقعدي يا اختي استريحي، اقعدي. مالك يا بنت ضعفانة كده ليه؟ مش بياكلوك هنا ولا ايه؟ ماليش نفسي يا طنط بهير. لا مش عايزة اسمع الكلمة دي منك ابدا، ده انت لازم تاكلي وتاكلي وتتقوي كمان. بصي يا ليلى، انا جاية اقول لك كلمتين اتنين مالهمش تالت. وجيدي وما اعبد، ما هيتهنى في تربته اللي اسمه يوسف ده، ورب الكعب الشريفة اللي ملست عليها بايديا دول. لا تكون بهيرة جايبالك حقك تالت ومتلت كمان. ربنا يخليك يا طنط بهيرة. عم فارس عامل ايه؟ كويس يا اختي بخير، كان هيجي معاي بس راح يطل على العيال والارض، وباذنك يا رب المرة الجاية هيكون معاي. يلا يا اختي يلا كودي بقى، ولا انت هتعملي زي العيال نوكلك في بقك؟ يلا يا اختي يلا، ما تقولي لها حاجه يا شمس. في ايه؟ قولي يا حبيبتي. يلا قولي يا حبيبتي، ده انت بقيتي زي اللقمه الناشفه، انت لازم تتغذي يا ضناي. خدي ماما. خد يا والله حبيبتي. مش قادره يا ماما بجد، والله مش قادره. سمي الله يا اختي سمي. يلا كلي كلي يا روح امك كلي. خدي دي يا خدي خدي يا اختي خدي يا اختي من ايد امك بهيره. كلي كلي. هي دي الحقيقه، مفيش حاجه هنا باسم حد، كل حاجه باسم عمي الحاج المعداوي. حتى الفلوس اللي باسم يوسف في البنك 2 مليون جنيه، يعني لو حسبتيهم بالدولار يطلعوا 300,000 دولار تقريبا. بس يوسف كان بيقول لي كلام غير ده. يقول اللي هو عايز يقول. يوسف ده مصيبة، كان عليه حركات. مش كفاية المصيبة اللي بلانا بيها، يعني مرافقه كمان حامل منه. لا وإيه، لو جابت ولد هتقسمك في 300,000 دولار. لا وإيه، مش مراته. بس انا مش مصدقه الكلام ده يا راويه، والملفات دي مش مظبوطه، وانا هروح لعمي المعداوي وهو اكيد مش هيرضيني ان انت تسرقيني او تسرقي حق احفاده. عيب والله العظيم اللي انت بتقوليه ده عيب، ولو كنت بتفهمي في العيب فعلا ما كنتيش تتكلمي ابدا في ورث ودم الراجل لسه ما بردش. انتي انسانة خبيثة جدا يا روي. احترمي نفسك بدل ما ارميكي برا. ترميني؟ ترميني انا؟ على فكرة انا ليا هنا اكتر من اللي ليكي. اوعي تكوني فاكرة ان انا مش عارفة حقي ولا مش عارفة القانون في مصر. انا معايا محامين يعرفوا يجيبوا لي حقي كويس، وانا مش هسيب مليم من فلوسي. طيب يا حبيبتي، لو مش مقتنعة باللي انا بقوله روحي للمعداوي زي ما بتقولي. انا فعلا هعمل كده. بستين دهية.
وانا برضو بقول مين قلبه ميت وداخل مكتب ابويا وهو مش موجود. انت عارفه انت مشكلتك يا روي؟ قول يا سوسو. سوسو؟ صدقني عمري ما حد دلعني بالاسم ده قبل كده، بس حلوه مقبوله منك. طب شوفي بقى رورو، انت مشكلتك انك مفضوحه والشر باظز من عينك ومش عارفه تخبيه. ليه ما تقولش ان انت شايف الناس كلها زيك؟ لا ما انت مش فاهمه حاجه، اصل انا في الاساس ما بحبكيش وما كنتش موافق على جوازك من خالد من اساسه. طب اقول لك حاجه تانية تزعلك قوي، انا كل يوم بقول له طلقي لانه يستاهل واحده احسن منك مليون مره. وطبعا بقى المفروض ان انا ازعل واتضايق واعملها حكايه، انسى. انا كل اللي يهمني خالد وهو عايز ايه. وحياتك عندي خالد عايز يعمل اللي بقولك عليه بالظبط، بس المشكله ان انت صعبان عليه. انا صعبان عليه؟ ده هو اللي المفروض يصعب عليك. مين يا حبيبي اللي هترضى تتجوز اخوك العاجز القاطع الخلف؟ ما تتكلمي على خالد اخويا، تتكلمي كويس، لالا ورحمه امي. امك؟ تصدق ان انا كنت بحب امك زي ما بحب ابوك بالظبط. بقول لك يا راوية، انت لسه ما دقتيش سمي، خلي بالك. على فكره عيب قوي لما تكلم مرات اخوك بالشكل ده. وبنت عمك ولا دي بقى نسيتها خالص؟ طب شوفي بقى بنت عمي، وحياتك عندي وحياة الشر اللي بيبظ من عينك ومن عيني لا تكون نهايتك على ايدي. ربنا يديك ويدينا طول العمر. خلصنا منه، طلعت لنا العقربة التانية. شوف لها صرف. انت طيب، ايه رايك؟ حلو قوي. انا كنت خايفه قوي ما تجيش. ما تجيش ازاي؟ معقوله انسى عيد ميلادك وانا مجنون؟ ايوه تبقى مجنون ليلى. طب ما انا اصلا مجنون ليلى. على فكره انا كنت هكلمك وبعدين قلت لا مش هكلمك، قلت هسيبك لوحدك اشوفك تفتكر ولا لا، عشان لو ما كنتش افتكرت كنت هحاسبك حساب الملاكين. طب على فكرة بقى، أنت الوحيدة اللي ممكن تحاسبني. عارف يا يوسف أنا نفسي في إيه؟ إيه يا روحي؟ نفسي أسافر معاك مكان فيه بحر لوحدينا. يلا بينا. بجد؟ والله، شوفي أنت عايزة تروحي فين قولي لي. أنا عايزة أسافر الأسبوع الجاي أي حتة أنت تقول عليها. أوكي. ربنا يخليك ليا. خد بقى، دوق العصير اللي أنا عاملاه. عملت ايه؟ ولا حاجه. ايه ما عرفتش تدخل الشاليه؟ لا دخلت، اديت الحارس 500 جنيه ودخلني، بس مش هي دي المشكله. ايه؟ لفيت ما لقيتش اي حاجه غير خزنه في مكتب، وطبعا ما قدرتش افتحها. ما ممكن يكون جواها. ممكن طبعا، بس اعمل ايه يعني؟ اجيب حرامي خزن يفتحها ولا اسرقها زي الافلام؟ ما تقلقيش، خير ان شاء الله. استاذ عماد ممكن كلمتين؟ اه اتفضلي. انا رجاء صحفي في جريده الحقيقه. اهلا وسهلا. كنت عايزه اتكلم معاك بخصوص القضيه. تحت امرك. انا متشكره جدا، انا كنت فاكراك هترفض. ارفض ليه؟ بما انك المحامي المسؤول عن المتهمه ليلى عز الدين المحمدي، انت شايف ان هي ليها الحق في قتل جوزها؟ لا لا لا، مفيش حد في الدنيا له الحق في قتل حد تاني الا في حاله الدفاع عن النفس. عموما بعد الجلسه نتقابل ونتكلم. على اذنك. اتفضل. Thank you.
صلي على النبي يا اختي، صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، هتوقعي لحكم اول درجه. 14 سنه مش كفايه؟ ليه؟ هي قتلت فرخه يا اختي. صلي على النبي، صلي على النبي. مش هسيبك، مش هسيبك. لو ما حكموش عليكي بالاعدام انا حكمت عليكي وخلاص. ليه هي سايبه ولا سايبه يا راجل؟ تحكم على مين يا راجل يا مقبول انت؟ برضه مش هسيبك. ليلى يا ليلى، رايحه فين يا اختي؟ رايحه فين يا اختي؟ يا ليلى فين يا ليلى؟ ليلى رجعها امك يا ليلى. اهدي يا اختي، اهدي يا اختي، اهدي، اهدي يا اختي، اهدي يا اختي، صلي على النبي. يا ليلى يا ليلى يا اختي، البت محتاجاك. اجمدي يا ليلى، يا ليلى اجمدي يا ليلى، يا ليلى يا ليلى. على النبي يا نفسك يا ليلى، يا ليلى على النبي يا على فكرة يا جماعة، الحكم مش سيء زي ما هو واضح. أنا كنت خايف لتاخد أقصى عقوبة، وبعدين ده حكم أول درجة، يعني لسه في نقط. يعني ما تخافوش، أنا هعمل كل اللي أقدر عليه لغاية ما تطلع إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا معاك يا متر في اللي تؤمر بيه. بإذن الله. اتفضلوا أنتوا عشان تريحوا. يلا يا جماعة، يلا 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 يا شمس. صلي على النبي. أستاذ عماد يا فندم، حضرتك شايف إن الحكم ده مناسب لموكلتك؟ والله المحكمة ما أقرتش توفر حالة الدفاع عن النفس بدليل الناس عملت الرقفة معاها وما خدتش أقصى عقوبة. يعني أنا شايف إن الحكم كويس بالنسبة لنا أوي، خصوصاً إن ده حكم أول درجة ولسه في نقط. أيوة بس مش غريبة إن هي تكون معترفة على نفسها وتاخد حكم زي ده؟ الاعتراف لا ينفي حالة الدفاع عن النفس، والجريمة حصلت بين زوج وزوجة. بس المعداوي والد الأزيل بيأكد إن هي مش مراته. محكمة الجنايات لا تتعامل إلا مع الواقع، مع الحالة والعلاقة اللي بتربط بينهم، سواء بقى كان في عقد أو مفيش. يعني أنت شايف إن فرصتها أكبر في النقض؟ بالتأكيد إن شاء الله، خصوصاً إن مفيش حالة تعمد. الجريمة تمت يعني حالة عصبية وشجار أفضى إلى الموت. عن إذنك. اتفضل. يلا. معداوي بيه، معداوي بيه، حضرتك عامل إيه؟ زفت. المحامي بتاعها بيأكد إنها ممكن تخرج في النقض. لا لا خالص، والحكم اللي أصدرته المحكمة هتأيده محكمة النقض. أنا مش عايزها تأيده، الحكم ده لازم يتغير. تتحكم من اول وجديد ولازم تاخد اعدام. يا حاج عشان تاخد اعدام لازم الحكم ده يتلغي، وده معناه ان احنا اللي هننقض ونبتدي من اول وجديد، وساعتها المحكمه عشان تديها اعدام لازم تكون شايفه انها مرتبه للجريمه. لازم الراي العام نثبت له ان الست دي كانت سيئه السمعة. ايوه. انت ممكن تعدي عليا في المكتب؟ طبعا يا باشا، انا تحت امرك. ايوه، في حاجات كتير لازم تتعمل عشان القضيه تمشي في الطريق اللي انا عايزه، ولا انت ايه رايك؟ لا عندك حق يا باشا، انت لازم تاخد حقك وحق ابنك كمان. شكرا. معداوي كان جايب اسطول محامين، الراجل ده مش هيرتاح لما يشوفه على حبل المشنقه. لا طبيعي اكيد يعني. بس احنا هنعمل ايه؟ واقفه خايفه جدا، حسيت انه ممكن يدينا اقصى حقوق. انا بقى كنت متاكد ان هو هيصدر حكم مخفف، تقرير الطب الشرعي كان في صالحها. ستعنا اللي في الجنب الشمال بتقول انها ممكن تكون كانت بتفكر تقتله. انا مش مرتاحه يا عماد، حاسه ان الموضوع كبير قوي. مش عايزك تقلقي، انا مطمن جدا وحاسس ان احنا هننجح. ربنا يستر. يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي، اه عصير برتقالي انما زي العسل. ايدين بهيرة بقى دوقي. يلا مش عايزة، مش عايزة. 14 سنة حرام حرام يا حبيبتي يا بنتي، 14 سنة يا لهوي. اهدي اهدي يا اختي، اهدي يا اختي. مش المحامي قال ان هي لسه حكم اول درجة؟ أول يعني إيه؟ في لسه كلام كياما هيتقال. اول ايه ودرجة ايه 14 سنة يا اختي؟ البنت فيها كم عمرها عشان يبقى 14 سنة؟ انا السبب يا بنتي، كنت بلعتها. سيبني في حالي. يا
المنتجع. تغلطي يا وليه منك ليه؟ وحشتيني يا حبيبتي. في ايه؟ تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي. قومي يا بنت شوفي لك فرشه تانيه. نعم يا اختي. بقول لك ايه، انا لسه ما اصطبحتش ورحمه امي ما قمتي دلوقتي حالا انزلك العيل اللي في بطنك ده. قومي يا اختي. تعالي تعالي يا حبيبتي اقعدي. والله انا قلت المنتجع ده بيلم كل النسوان الحلوه. هاي طمنين، حكموا عليكي بايه؟ 14 سنة. يا لهوي، عمري راح خلاص يا نجم. مين هيربي لي ابني؟ يا اختي فكي ما تشيليش هم، بيعدوا هوا، ما تقلقيش. وبعدين ما الست المتجوزة زي المسجونة بالظبط. طب اسمعي مني، والله العظيم هنا أحسن 100 مرة. على العموم كويس إنك جيتي هنا، جيتي العنبر المناسب. وكويس قوي إنك جيتي وأنا موجودة. أصل دول جزم ياكلوكي صحية يا حبيبتي. بس ما تخافيش، أنا هنا ظهري. اشمعنى بقى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ انا من يوم ما شفتك قلبي انفتح لي، حبيتك وحكينا ورغينا. مالك؟ ما تخافيش. غير بقى لو انت مش عايزه تصاحبيني، دي حاجه تانيه. لا والله بالعكس، انت من يوم ما مشيتي وانت في بالي قوي. يا حبيبه قلبي، وانت كمان كنت في بالي والله. بقول لك ايه، انت شكلك هفتنه قوي. امسكي كل حاجه، شكلك كده اهو واقعه من الجوع. خدي. لا 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 لا، ربنا يخليك، مش عايزه. هو ايه اللي مش عايزه؟ اوعي تكوني قرفانه. لا يا حبيبتي، ده مش اكل اي كلام، دي حاجه مفتخره قوي. انا انفق قوي قوي. براحتك، بكره تتعودي لوحدك. على رايك، انا لازم اتعود. انا هكمل بقيت عمري هنا. ما تخافيش يا حبيبتي، خليكي انت بس معايا وانا هظبطك. حتى ما اجي اخرج هوصيهم عليكي. سيبي لي نفسك. ليه؟ هو انت واخده كام سنه؟ سنه يعني كلها 13 سنه وتطلعي لي. والله انت طيبه قوي. فكي فكي يا حبيبتي كده وابتسمي للحياه، تبسمي. مالها يا دكتور؟ طمني. لازم تعمل لها رسم قلب حالا، ويا ريت يكون في مركز متخصص. رسم قلب؟ ليه؟ هو قلبها فيه ايه؟ انا مش هقدر اقرر الحاله نهائيا، ولازم تروح حالا للمستشفى. مستشفى؟ قريصوة. اتفضل يا دكتور، اتفضل. تاخد حبايه واحده دلوقتي بصفه مؤقته ان شاء الله. بس طمني، اللي هي حالتها خطيره يعني؟ بصراحه خطيره. حول ولا قوه. طب واحنا نروح بيها فين ولا ناخدها فين؟ بعد القلب، هناك ناس متخصصين وفاهمين كويس قوي. خير ان شاء الله. اتفضل يا دكتور، اتفضل. متشكرين قوي، متشكرين. طمني يا اخوي. قال لك ايه؟ بيت يا بهيره، هنروح معهد القلب. ليه؟ قلبها فيه ايه؟ اللي هو ما قالش حاجه يا وليه، اللي لازم نروح هناك اللي عشان نعرف فيه ايه. يلا البسي ولبسيه. استنى هنا، انت رايح فين وسايبني؟ هجهز العربيه. البسي بقى يلا. طيب. طب بعد اذنك. اتفضل. شكرا. انا اسفه. اسف على ايه؟ انت عملت اللي عليكوا زياده. لولا وجودك انا كان زماني خدت اعدل. هما فعلا كانوا عايزين كده. انا عارفه ان ما قدامش هيسكت. ايوه، بس احنا مش هنستسلم. انت لو جاي عشان تطمن عليه ما تقلقش، انا كويسه. لا انا بس كنت يعني لو انت عوزتي اي حاجه اطلبيها من مأمور على طول. انا وصيته عليكي. شكرا. انا ممكن اسالك شويه اسئله كده؟ اكيد طبعا، حضرتك المحامي بتاعي، من حقك تسالني انت عايزه. لا انا مش عايزك تتعاملي معايا بالشكل ده. هو مش ده الطبيعي ولا انا مش واخده بالي؟ مش فاهمه. طب تعالي، اتفضلي 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 استريحي. اتفضلي. ليلى، انا عايزك تتعاملي معايا كاننا قضيه واحده. لازم يكون عندك اصرار اكتر من كده بكتير. انا مش عاجبني الاستسلام اللي انت فيه. انا ساعات بحس ان انت مش عايزه تتكلمي او مخبيه عني حاجه عشان تاخدي حكم بالإعدام.
محدش بيجري ورا الموت برجلي يا استاذ عماد. الحكايه ببساطه ان انا ما بقتش شايفه لحياتي اي معنى. كل اللي انا عايزاه ان انا احافظ على ربنا اداهولي وبس. حتى لو كل الناس مش عايزاه انا عايزاه. طيب جميل، عايزاه يتولد وانت في السجن؟ انت عايز مني ايه؟ كلامك ده بيتعبني. انا مش عايزه احس ان في امل. انا عارفه موقفي وحش قد ايه. انت عايزني احس ان في امل ممكن اخرج من هنا؟ مستحيل. ارجوك انا مش عايزه اخش الدايره تاني وافضل الف فيها. مش عايزه احس ان في امل ولا 1% وبعدين افوق الاقي نفسي تحت تاني. كفايه اول حد كده. غلط. اللي انت فيه ده بيدي احساس لكل اللي حواليك انك مذنبه. مش لازم تستسلمي. على فكره اللي حصل النهارده ده ما كانش سهل. انا والقاضي كان بينطق بالحكم، قلبي كان هيقف. ارجوكي، انا ما احبش اخسر اي قضيه. عايز نعمل ايه؟ ساعديني. ازاي؟ قولي لي كل حاجه، حتى اللي انت مش عايزه حد يعرفها. طب معلش ممكن تخليها في زياره تانية؟ طبعا. ليلى انا عايزك يبقى عندك يقين وايمان. انت مش بتؤمني بالاشارات زي ما انت قلت لي؟ خلاص اعتبري كل اللي حصل ده اشاره من ربنا سبحانه وتعالى لحكمه هو عايزها. عندك حق. طمني، خير في ايه يا اخويا؟ خير ان شاء الله يا بهيره، خير. بيقولوا ان لازما يركبوا لها دعامه جوه القلب. ايه الدعامه دي؟ علم علمك يا بهيره، بس بيقولوا انها شريان مسدود جوه القلب واللي الدم ما بيجريش فيه، اللي عشان كده لازما يعملوا له دعامه توسعه، اللي عشان الدم يرجع يجري من تاني بسهوله. وماله يا اخوي؟ نركبها لها. انت عارفه الدعامه دي بكام يا بهيره؟ كام يا اخوي؟ 20,000 جنيه يا بهيره. يا رب تكون بمليون حتى. عايزه اتنين دعامتين. فارس انت ناوي تسيب الولية ولا ايه؟ لا طبعا هسيبها ازاي؟ اللي بس كنت عايز اعرف اللي انت ناويه تعملي ايه يا بهيره؟ يا نصيبتك يا بهيره. ليه يا راجل؟ فاكرني مش مؤمنه بربنا ولا عندي رحمه ولا انسانيه؟ ليه؟ اخس عليك راجل. استني بس، انا ما اقصدش. تقصد ولا ما تقصدش؟ ورحمة جدي الكبير لو ما كانتش الولية الغلبانة نايمة جوه ولوحدها أنا كنت رحت بيت أبوي. ما دام إني وحشة بيت أبوي أولى بيه. استني بقى، أنت رايحة فين؟ قولي يا خبلانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك كنت عايز اعرف رقم حساب غرفه 1302. بكره في الحسابات ان شاء الله هتعرف الحساب كامل. الا ممكن حد يبقى يبات معاها النهارده؟ لا والله يا عمده ممنوع اي حد يبات معاها. طب ممكن ابقى اكلمها في التليفون اطمن عليها؟ طب هي معاها تليفون؟ لا معاها. معهاش. طب على العموم ممكن تسيب معاها تليفون لو تحب وتبقى تتصل تطمئن عليها من وقت للتاني، او تاخد رقم المستشفى وتتصل علينا. ايوه ناخد الرقم احسن. تحت امرك يا عم. إيه اللي هي الزيارة بكره من الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر ان شاء الله. شكرينا محترم. تحت امرك يا عمدة. انت ايه اللي بتعمليه دي يا بهير؟ انت مخك طاقة ولا ايه؟ تاكسي. بضحك معاك. فنم. يا ولية التانية. سلام عليكم يا اسطى. ايه يا ولية اللي بتعمليه دي؟ ما العربية موجود. بضحك معاك. فهمتي بقى انا عايز منك ايه؟ هؤمر يا باشا. أول ما راوية هانم بعتت لي أنا خدت بعضي وجيت لك على طول.
هتقدري تعملي اللي انا عايزه ولا لا؟ اللي انت عايزه بزياده. اديها يا راويه اللي هي عايزاه، ولو جبت لي خبر كويس هديكي مبلغ ما كنتيش تحلمي بيه. انا هجيب لك خبر وخبر واحنا بينا فلوس، ده انت كلك لينا يا باشا وخيرك علينا. يلا اتكلي على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سلام يا ست الحبايب. ايه رايك؟ انت واثقه في الست دي؟ جدا. خلي بالك اللي زي دول ما عندهمش حاجه يخسروها، دي ممكن تاكلها بسنانها. عارفه يا راويه، لو ده حصل ما تعرفيش انا ممكن اعمل معاكي ايه. يا عمي انا زيك بالظبط، النار اللي في قلبي تجاه البنت دي ملهاش مثيل. دي خدت اعز حد، خدت الغالي. وهو في بعد الغالي غالي يا عمي. لا مفيش يا راوي. قرف؟ انت بتقولي عن نعمه قرف؟ اه يا بنت دي ممنوعات، مش هتعرفي تجيبيها تاني. شكرها يا حبيبتي مش عايزه، ويا ريت انت كمان ما تشربيش عشان انا حامل. ما اشربش؟ اه والله لو حد غيرك انت اللي بيقولي ما دخنش السيجاره دي كنت دخنته هو ذات نفسه. ليه هي مهمه قوي كده؟ اه السؤال ده يعني مش عارفه، طول عمري بسال نفسي السؤال ده، ايه اهميه السيجاره عند الانسان لازم يشربها يعني؟ والنعمه ما اعرف ايه اهميتها، اهي حاجه بننفخ فيها همنا وخلاص. يا ستي اقول لك ايه يا نجوى، انا بحبك وما بحبكيش تزعلي مني، بس انا كده عايز اسالك سؤال وخايفه انك تزعلي. لا اسالي مش هزعل. وانت ازاي كده عادي ما عندكيش مشاكل في اي حاجه، قاعده هنا في المكان ده وبتعرفي تنامي وكأن الحكايه عندك عادي قوي؟ طب ما هي الحكايه عادي. ازاي بقى؟ انت بنت جدعه وحلوه وبحس انت بتفهمي وعندك ذوق، ليه عامله كده في نفسك؟ بصي انا نصيبي كده، مش هقعد بقى ارغي واقول لك الدنيا عملت فيا وسوت، لا انا اللي رحت للهم برجلي، يبقى استحمل بقى. ازاي بقى؟ اصل انت يا حبيبتي لما بتبقي رايحه للخيبه ما بتبقيش عارفه انها خيبه، بتبقي فاكراها امله، وبعدين هوب تضربي نفسك مليون صرمه. اه والله عندك حق. والخيبة بقى تجر خيبة لحد ما تبقي مستودع الخيبة العالمي. ويسموكي خيبتها. لا يا حبيبتي يسموكي انتي، انا ممكن يسموني أدارة، كيداهم، حلاوتهم. حلاوتهم؟ انتوا بتضحكوا على ايه كده؟ اهي دي بقى اكبر خيبة في العنبر. اسلامي يا بنت انتوا هي. يا ست حقك عليا، انا اكبر خيبة في العنبر ما تزعليش. والله العظيم انتوا اتجننتوا. بس اسكتي. بقول لك يا بنتي يا ليا. قولي. انتي قتلتيه ازاي؟ قتلته ازاي؟ قتلته بالسكينة. الله، وقطعتيه وحطيتيه في اكياس مش كده؟ ملحقتش. يا خسارة. أمال مين بلغ عنك؟ أنا. خيبتها. فرحانة قوي، هي اللي بلغت عن نفسها. ليلى مش قلت لك خلي بالك؟ بسيطة. تعالي انت ترى دايس. انا خلاص كده دم واحد. بنتي يا نجوى. انا عايزة سجارة. خدي. بجد؟ طب ولعي لي. عينيا. قلت لك من الأول. Yeah.
طعمها وحش قوي. انت ايش قد السجاير بتشربيها دي؟ مساء الخير يا عمي. خير يا صوفيا؟ خير. انا كنت عايزه اخد رايك في الكلام اللي قالته لي راويه في الشركه. انت مش كنت ناويه تمشي بسرعه؟ اه كنت ناويه امشي بسرعه، بس قلت اقعد اتكلم مع حضرتك الاول. انا محتاجه حاجات كتير وعايزه اعرف ايه النظام بتاعي معاكم، وبعدين الكلام اللي قالته راويه قلقني جدا. راويه ما قالتش غير الحقيقه. حقيقه ازاي يا عمي؟ يوسف كان بيقول لي على كل حاجه، وقال لي ان مجمل اعماله في مصر اكتر من المبلغ اللي قالته لي راويه ده بكتير. انا مش عايزه مشاكل مع حد. مشاكل ايه بس يا صوفيا؟ مفيش مشاكل ولا حاجه، بس انا ما اقدرش ادي اي حد حاجه اكتر من حقه، لكن لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. شكرا، انا مش عايزه حضرتك تبقى تحت امري، انا عايزه حقي وبس. حقك اللي قالت لك عليه راويه. لا اعذرني يا عمي، معلش، انا من حقي ادور على حقي. الله، انت بتهدديني بقى؟ لا العفو يا عمي، بس راويه دي انسانه مستغله وانا مش هسكت لها. انت بتعمل ايه؟ بتصنطي على ابويا راويه؟ تتصنطي والالفاظ البلدي دي، ما تراقب الفاظك. امال انا شفته ده ليه معنى تاني يعني ولا ايه؟ اه ليه معنى تاني، لازم اعرف الست صوفيا دي بتفكر في ايه عشان اعمل حساباتي. تعملي حساباتك ليه وبتفكر في ايه؟ انت مش عملتي اللي انت عايزاه خلاص؟ افرض ضحكت عليا يا ناصح. ضحكت على مين؟ على اساس ان ابويا العيال صغير ولا ايه؟ فاهم ازاي ده بقى؟ يا خالد يا حبيبي، انا مش بغلط في امك لا سمح الله، بس انا عارفه الاشكال دي بتفكر ازاي. بتفكر ازاي؟ بتحاول تستغله. هي عارفة إنه بيحب يوسف الله يرحمه وروحه في العيال، وإن العيال هي نقطة ضعفه الوحيدة، فبتقعد بقى تتسهوك وتتمحمس. ومدارس العيال، لعب العيال، نوادي العيال، دكاترة العيال، تعرف أنت في كهن الستات ده. بقولك إيه؟ أنا زهقت من الحوارات دي، إعملي اللي أنت عايزاه. على فين؟ سلامة. ياه، ده انت بتفكر فيها بالك كتير قوي. مش تكحي. ده انا كحيت ودخلت وقعدت، ده انا كان ناقص اغني كمان يا سيدي. ميرفت، انا عايز ازور ماما. الله يرحمها يا حبيبي. نزورها طبعا، احنا حتى بقالنا كتير ما رحنالهاش هي وبابا. قولي لي، وانا كنت متعب؟ ماما ما اشتكتش مني؟ اشتكت طبعا. قالت ايه؟ قالت انك كنت شقي وعصبي وعنادي، وكانت بتحب الحاجات دي فيك قوي على فكرة. مالك يا حبيبي، فيك ايه؟ أنا بقالي ساعة بفكر في ماما. وأنا صغير ماما كانت بتعمل حاجات كانت بتزعلني، كانت بتفرض رأيها عليا، بتعمل حاجات كانت بتخليني مقيد. بس لما بسترجع الحاجات دي بحبها، بحس انها كانت بتعمل كده عشان خاطري، عشان مصلحتي. مبسوط انها كانت بتعمل كده، انا بحبها. كنت نفسي تعرف ان انا بحبها. ماتت قبل ما تعرف. ومين قال لك انها ما تعرفش قد ايه انت بتحبها؟ انا كنت عندي
جامد في كل حاجة حتى في مشاعري ناحيتها. بس هي عمرها ما اشتكت. ماما ماتت وهي زعلانة مني؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ في ايه؟ انتوا ايه؟ مش فاهمك. يعني الام الام بتحس بايه والجنين في بطنها؟ مش عارفة اقول لك ايه، بس احنا من واحنا صغيرين قوي واحنا بنحلم نبقى امهات. جبت العروسه بتاعتي وانا عندي 5 سنين عشان تبقى بنتي. كنت بسرح لها شعرها وبحميها واغير لها، ده انا ساعات كمان كنت بحط لها الاكل في بقها بالعافيه. ولما بنكبر نحلم بقى نحب ونتجوز. عارف انا عايزه اتجوز جلال، بس انا حاسه ان جلال محتاجني. مش هيبقى جوزي بس، هيبقى ابني كمان. هو محتاج لي قوي. انا ممكن اعيش مع جلال، بس انا على فكره لو ما خلفتش ممكن اموت. تعرف انا مره سالت ماما، قلت لها ازاي يا ماما واحده تقدر تشيل بني ادم جواها كده وهي حامل؟ قالت لي انها ممكن تخلف تاني 1,000,000 مرة، حتى لو الام الولاده دي كانت اكتر من كده 1,000,000 مرة. انت بتحبي جلال؟ خليه يجي يقابلني. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه انت لسه زعلانه مني ولا ايه يا بهرير؟ لا مش زعلانه. ايه على فارس؟ ايه حياتك ادي النعمه اللي انت لسه زعلانه يا بهرير؟ ايوه زعلانه، عارف ليه؟ زعلانه من ايه يا ولي؟ عشان بعد السنين دي كلتها والعشره ما انتش عارف بهير على حقيقتي. اه والله عارف يا بنت. اللي انت ليه مش عايزه تصدقي اني كنت بهزر معاك؟ صحيح اني جامده زي الوتد وما سيبش حق ابدا، وناس كتير تقول عليا اني قويه، بس عندي رحمه وانسانيه واحب اهلي زي عيني حتى لو ما كانوش بيحبوني. والله عارف يا بهرورة البهارير. ولازم تعرف كمان ان الفلوس عمرها ما كان عندي اهم من البني ادم. اه اللي انا كل يوم اكتر من اللي قبله احس ان ربنا عطاني هديه، واللي اداني كل اللي كنت بحلم بيه وزياده حبتين. بكره من اذان الفجر تسحب الفلوس وتدفع العمليه للوليه. اه طب ايه اقولك بقى؟ انني رحت البنك وجبت الفلوس كمان اهي. فلوس ايه يا بهير؟ فلوس ايه اللي هحشها وحد من لحمنا ودمنا محتاج ليها؟ اللي انت فاكره نفسك اجدع مني ولا ايه؟ اه اجدع منك 1,000,000 مرة. طب يلا بينا ناكل. ماليش نفس. إيه؟ مالكيش نفس ازاي؟ مش عايزه اكل يا بنتي. يلا ده انا جايب لك كباب وكفته. مش عايزه بقول لك. انت هتاكلي صبعك وراه. خدي بس. لا يلا. ماليش نفس، مش عايزه اكل. حتى يا شيخ ماليش نفس. عرفت هتعملي ايه؟ هو بس فين حقي؟ حقك مضمون، ده مسحزون الزيو وهيوصل لك 2,000 جنيه وبيتك 5,000. قشطه ماشي البركه. انا بقى يا ستي محبوسه هنا شرعفة قتل. انت شرعفة قتل يا بنتي؟ ده انت اللي شوفي كل ما تعرفيش حتى تمسكي فرشه اسنان. اما انا بقى في لا عارفين خلاص مش لازم تحكي. ايه ده؟ بتتكسفي ولا ان شاء الله؟ لا مش بتكسف يعني، بس هي مش الحاجه الفظيعه اللي تفتخري بيها كل ما نقعد في حته تقعدي تحكيها. الله جرى ايه؟ ايه الخنقه بتاعتك دي؟ ما تسيبيني احكي تاريخي الحافل يا شيخه. طب تعالي نتكلم في اي حاجه تانية. قولي انت متجوزه؟ اه. طب هو فين جوزك بقى؟ مين فيهم؟ يعني ايه مين فيهم؟ جوزك فين يا نجوى؟ اصل انا يا حبيبتي متجوزه 6. هي بتهزر؟ انجزي مين فيهم؟ ما بهزرش والله بتكلم بجد. يعني ايه 6؟ مش فاهمه. انا متجوزه 6، امال انت فاكراني هنا ليه؟ انت عايزه تجنيني يا نجوى. بصي يا حبيبتي انا كنت بشتغل في الملاهي. ملاهي الليليه. اه كنت بقبض ملاليم، قررت بقى اتمرد على الوضع الحالي وابقى حره.
فقلت تشغلي حساب نفسك طبعا. امال اسيب مجهودي يروح لحد تاني؟ لا طبعا ما يصحش. قررت ابقى رسمي اتجوز. بتجوز الواحد من دول هو كده كده اصلا بيبقى متجوزني وناوي يخلع، فبأمن نفسي. اسف منه بقى على قد ما اقدر، وكملت ما كملتش مش مهم. وغيره وغيره وغيره. يا نهار اسود يا جماعه، والله العظيم ده انا طلعت غلبانه قوي وسطي. يا اختي مشي حالك، وين هو انا لوحدي؟ ما الدنيا مليانه. ورائي الوجوه البريئه بلاوي دنيئه. يلا قومي يا بنتي يا شيماء. رايحين فين؟ هنروح نسابرس. هموت واشرب سيجاره. خرمانه. طب يلا يا خرمانه روحي. صباح الخير يا جميل. يا اختي وده ايه اصله ده؟ ادخل. في واحد عايز يقابل حضرتك. خليه يدخل. اتفضل يا فندم. سيب الباب مفتوح. حاضر يا فندم. ازيك يا منيره؟ مش عايزه تسلمي عليا ليه؟ وانا عملت حاجه زعلتك؟ لا ابدا. هتشرب ايه؟ مش عايزه اشرب حاجه، عايزه افهم ما بترديش ليه على التليفون. اه معلش، ما هو انا اصلي مش هينفع ارد على تليفوناتك بعد كده. ايه اللي حصل لده كله يا منيره؟ احنا مفيش بينا اي حاجه رسمي عشان ارد عليك على التليفون. واللي بيني وبينك ده ايه؟ لعب عيال؟ اه لعب عيال. اي حاجه بعيده عن اهلي تبقى لعب عيال. ست عايزاني اعمل لك ايه وانا اعمله؟ تيجي تقابل اهلي. ما ينفعش، اهلك هيرفضوا طول ما انا شغال الشغلانه اللي انا فيها دي. والله جرب، ولو انت شايف ان هم هيرفضوا يبقى خلاص. بتطفشيني بقى. هو يا ام هو يا اما تلف معايا في الشوارع ونتمايص سوا، يا اما ابقى بطفشك. اتمايص؟ بقول لك ايه انت عارف عنوان بيتنا كويس قوي، لو عايز تيجي تزور اهلي احنا مستنيينك. ماشي يا امير. ايوه هو ده الصح، اللي عايزني يجي اهلي. بس انتي كده كسرتيه يا منير. كسرته ايه؟ وانا لما انكسر مين هيقف جنبي؟ ما ليلى اهي، مين وقف جنبها؟ ولا مين هيقول عليها انها كانت كويسه؟ بس انتي بتحبيه؟ لا، المجتمع ده ما يعرفش الحب. وليه ما تقوليش ان الحب احنا اللي فاهمينه غلط؟ بيحبك يبقى لازم يتجوزك وفي النور، ولازم كل الناس تبقى عارفه. وبعدين اذا كان شايف نفسه مش جاهز بيجري ورايا ليه؟ يعني ايه؟ يعني محدش يتجوز الا اذا كان عنده كل حاجه؟ يعني مفيش حد من حقه حتى يحب؟ يعني كل واحد بقى معهوش يقعد في بيته وما يفكرش حتى يعمل بيت ولا يرتبط؟ خلاص خلاص دماغي هتنفجر. ايه في ايه؟